خلي كده تمام يا دكتور، عشان كده شوية كده ممتاز، كده ممتاز. كده ممتاز جدا. طيب خلاص جاهزين نبدأ؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خميس جديد وأمس جديدة من أمسيات ونس على دروب النجاح. يعني حزين جدا والله معنا الليلة، حزين يعني الواحد الفترة اللي فاتت دي كلها في حزن وفي حزن، لكن يعني الليلة صراحة أو في الأيام اللي فاتت دي يعني كانت أشد إيلاما وأشد حزنا، يعني اللي هي بالجثث اللي اتلقت في المسرحة في مدني. يعني صراحة يعني دي ربنا بيزالنا منها، كلنا ربنا بيزالنا من الحاجة دي. يعني دي ما حاجة سهلة، يعني إنه يعني قتل الروح دي ما حاجة، يعني دي حاجة كبيرة جدا جدا. يعني فأول حاجة بذل الله سبحانه وتعالى إنه يتقبل يتقبلهم شهداء وينزلهم الجنان ويصبر أهلهم ويربط على قلوبهم ويدينا نحن القوة ذاته نختص لهم، تمام؟ لأنه صراحة يعني ما في حكومة حتنجح ولا في زول حينجح طالما الأرواح دي ما معروفة كتلمنا. فالموضوع ده يعني بالمناسبة يعني الموضوع ده موضوع كبير جدا جدا، وده بيضيف علينا الألم بتاع الـ يعني الاعتصام، الناس اللي يعني اغتالوهم في وهم معتصمين أمام القيادة العامة وهي قيادة الجيش، والجيش منوط به وحماية الشعب، وبعد ذاك القتلى في سجون الأنظمة، يعني من الأنظمة السابقة والنظام السابق وإلى هذه اللحظة الناس المختفين، الناس اللي تعذبوا. فصراحة يعني الوضع يعني ما حيستقيم ولا نحن حنمشي لقدام طالما انه الارواح دي ما معروف انه الكتل منه، تمام؟ وفي النهايه ربنا سبحانه وتعالى مقدر لنا نموت كده، لكن نحن دورنا شنو، تمام؟ فدي حاجه. قبل ما اقدم الضيف، يا شعبنا تسامى هذا الهمام، تفج الدنيا ياما وتطلع من زحامه زي بدر التمام، تدي النخله طوله والغابات طبوله والأيام فصولة والبذرة الغمام، غدرك عالي غدرك يا سامي المغام، يا ملهم رماحك سناها الصدام، امضر والطوابي في صدورك وسام، ملامح كم تسامح تغضب لا تلام، همة وعبقرية ذمة وفنجرية ضد العنصرية وتحلم بالسلام. الشعب السوداني الجميل، كل الأحرار، الليلة الحلقة بتاعتنا حلقة حتكون مميزة جدا جدا، حلقة تحمل طابع الثورة وطابع العنفوان وطابع رائحة الأرض والشتول والثمار. دكتورنا العزيز دكتور محمد أحمد عمر ابن المسلمية، يعني نشكرك جزيل الشكر إنك أنت يعني استجبت لندانا وما خذلتنا، فمرحب بك. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بك أخ ياسين، مرحب بجمهورك. في البدء الرحمة والمغفرة للشهداء والثورة العظيمة، الرحمة والمغفرة لكل شهداء النضال على مر تاريخ وطننا الطويل. مرحب بك تاني ومرحب بضيوفك، وأتمنى أنه تكون ونسة مفيدة لكل ضيوفك. شكراً. الله يديك العافية دكتور، تسلم كثير. وطبعا الوقت عندكم في ملبورن في استراليا صباح، فصباحك خير وربنا يفتح عليك. البداية عايزين نعرف دكتور محمد أحمد عمر عن قرب. مرحب. طيب أنا محمد أحمد عمر، أنا من مواليد مدينة المسلمية، الجزيرة، قلب مشروع الجزيرة، ولدت ودرست ترعرعت في المسلمية بكل ما تسكب المدينة من جمال في روح الزول يعني وإحساس بالوطنية. طبعا هي من أعرق المدن في السودان، وشعب المسلمية من أجمل تقريبا الشعوب في السودان يعني أفتكر كده، وفي الترابط وفي الحياة الحلوة يعني.
درست الثانوية في مدرسة حنتوبة الثانوية، برضو انتقال من منطقة جميلة وسط مشروع الجزيرة زي المسلمية، وعيشتنا هناك كلها طبعا الحواشات والترع. يمكن كان في نقاش بيناتنا قبل ال يعني 1570 ترعة في المشروع، يعني تخيل كمية الجمال القادرة تلغي فيك، يعني 29 ألف أبو 20، يعني 107 كنار، عرفتها 11 ميجر في المشروع، يعني ده جمال أصلا ما لا يوصف يعني. وطبعا زي ما ذكرت لك يعني احنا اتولدنا في الجزيرة، قلب مشروع الجزيرة والزراعة عيشتنا وحرفتنا، يعني مستقبلنا كله يعني. في المقام ده انا داير اوري انه انا الزراعه اصلا رغبتي، يعني الجو اللي عشت فيه ده. درست الثانوي في حنتوب الثانويه، مدرسه حنتوب طبعا إذا مدرسه قبل ما طبعا حنتوب دي مرحلة، يعني مرحلة كبيرة ومرحلة كده، بس قبل ما نطلع نمشي لحنتوب، الابتدائي والمتوسطة درست وين يا دكتور؟ درست الابتدائي والمتوسطه في المسلميه، يعني درست الابتدائي في مدرسه المسلميه الشمالية، ودرست الوسطى في مدرسة المسلمية الجنوبية. بعد ذاك انتقلت لحنتوب لدراسة الثانوي. نعم. طيب في ال دايرينك بس شويه كده، قبل ما تتغرب الغربه الاولى، ذكرياتك في المدارس، في المدرسه الابتدائيه والمدرسه المتوسطه، واسماء اساتذه يعني منقوشين على الذاكره يعني. طيب ده سؤال جميل جدا. طبعا زي ما قلت لك يعني منطقة المسلمية وجودة في قلب المشروع في وسط القدرة بتخوض كل الجمال ده يعني في نفس الزول، يعني وبتخليك يعني بتستقبل الحياة بكل الجمال الموجود في البيئة اللي انت جاي منها. يعني حقيقي يعني البيئة اللي انا عشت فيها وتربيت فيها يمكن ليها قدر كبير جدا في انه الزول يتقدم بالخطوات الثابتة دي يعني، وروحه ستيل تبقى بكل الجمال الجبهه، وده على سنه يكون مركز في انه هو داير ينجز شنو اكثر من انه يمشي. المسلميه طبعا الاساتذه يعني في هناك بيكون هو يعني استاذك، بيكون المربي في الشارع، بيكون مثلك، بيكون كل حاجه يعني. يمكن الاشياء اختلفت، لكن زمان نحن لغايه الوقت ذاك وصلنا المرحله بتاعت انه يعني الاستاذ ده كل شيء، يعني كل شيء. بعدين في العلاقات الطيبه يعني، وفي في انه الاساتذه كان بيشوفوا فيك الحاجه المميزه وبحاولوا ينموها يعني. وفي المقام ده يعني انا من الناس اللي عندهم فضل كبير جدا علي استاذنا فضل الله ربيع، يعني هو موجود في المسلمه وانا متاكد انه حيحضر كلامنا. استاذنا رحمه الله عليه محمود قرنبع، يعني ومجموعة كبيرة جدا من الأساتذة يعني لهم دور كبير جدا في إنه يعني يساعدونا في إنه ندرس كل الحاجات الأساسية اللي بتأسس لي مستقبل لقدام يعني. وأكثر من كده يراقبوك حتى في وسط المدينة، أنت وجودك شنو، إسهامك شنو، حتى في الجمعيات الأدبية في المدارس، إسهامنا في البلد والحاجات اللي فيها. كان مرحلة يعني انا بفتكر انها متكامله، يعني بتجمع بين التعليم والتربيه ووجودك انت ذاتك كانسان صالح يعيش في مجتمع قادر يقدم له بعطاء لا محدود. نعم. ويتلقى منه كمان اشياء يعني مفيده جدا واساسيه لمستقبل الزول يعني. لكن زي ما بذكر لك تاني يعني انه البيئه اللي انا جيت فيها والمجتمع الجميل بتاع المسلميه المترابط تماما يعني له اسهام كبير جدا في تشكيل الزول يعني. وانه بعد ذاك يقوم دوره يطلع من الذاتيه لانه يعني يشيل هم الناس كلهم، او يبقى ذاته قادر يبني روحه بشكل كويس عشان يقدر يقدم. انت لو ما بقيت قوي ما بتقدر تفيد. صح، مضبوط، يديك العافيه يا دكتور. يعني انا طبعا متخيل، يعني انا لانه ما بعيد منك، يعني انا قريت برضه في قريه من قرى المناقل، ف يعني المسلميه طبعا مدينه ما شاء الله، مدينه جميله وراقيه، وانا قبل كده مشيت يعني، وعندي خالي متزوج فيها يعني، فبتمنى انه اولادي يكونوا بيحضروا فينا يعني. فالجمعيات الادبيه قبل كده كان بروفيسور نيمر، ونحييه من هنا يعني، الله يديه الصحه والعافيه، بروف نيمر عثمان البشير، اتكلم لنا عن الجمعيات الادبيه وهو ذاته كان مشارك فيها.
انت كنت يعني مشارك، هل شاركت في الجامعات الادبيه يا دكتور؟ طبعا ايوه، يعني احنا كان عندنا الجمعيه الادبيه في المدرسه المتوسطه يعني، وانا بذكر انه مش النشيطين يعني، من القيادات والمنظمين وكده. المساله دي لو جيتك لقدام اتصغلت في حنتوب اكثر. حنتوب طبعا النشاط الثقافي فيها قوي قوي لدرجه يعني كبيره، ومنظم بشكل كويس، وفيها مواهب بتتلقى تدريب ورعايه جيده جدا، وتنافس يعني. حنتوب 10 داخليات، لما يجي الموسم الثقافي ده بتتنافس كل العشر الداخليات في 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 الشغل ده يعني، والجمعيات الادبيه. لكن طبعا دي الحاجات الجيده يعني، اللي بتنشي على الزول يعني، وبتخليك انك قادر تواجه جمهور، وقادر تتكلم، وبتنمي فيك مقدرات كبيره جدا يعني. نعم نعم، شاركت في الجمعيات الشجاعة الادبيه. الأدبية والحاجات دي يعني. نعم. طيب حنتوب دي ما بخش أي زول صراحة يعني. الله يكرمك. فيعني يعني معناها أنت يعني المدرسة المتوسطة معناها أنت يعني عملت فيها شغل معادي عشان تقدر تصل لحنتوب. أنا عادة في الابتدائي والمتوسطة ترتيبي الأول للثالث، ما قاعد أجلي من ديل يعني، الثالث دي مشكلة كبيرة لو هناك. لكن عندي منافس خطير شكله بيسمع ناسا، صديقنا طبيب، فكنا بنتنافس أنا وهو، الأول الثاني الأول الثاني. في النهاية وكانت المزالة دي صعبة شوية، قمت اتفرقنا من المدارس يعني. هو فات مدرسة ثانية المتوسطة، أنا مشيت مدرسة ثانية يعني، اتفقنا. قلت له يا أخي أي زول يمشي على اتجاه يعني، عشان ما نبقى في المنافسة دي. فهو مشى المدرسة المتوسطة حتة ثانية، وأنا مشيت مدرسة ثانية يعني. نعم. بعد ذاك يعني حنتوب طبعا هي محطة رئيسية، أنا أفتكر إنها شكلت الزول بشكله الأسد موجود يعني. أنا عايزك يا دكتور حنتوب تحكي لي من أول يوم جيت لحد يوم اتخرجت، وخذ راحتك تماما، فلأنه تمام يعني أول مرة يعني. أنا لسه البرنامج ده شغالين ما شاء الله كله خميس من 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 1 سبتمبر. قال لي أول يوم نلاقي زول من الجزيرة، دي نمرة واحد، وأنا عنصري جدا طبعا للسودانيين كلهم، وعنصري جدا لناس الجزيرة. نمرة اثنين إنه زول يكون درس لنا في حنتوب يعني. تمام. لا لا، لقيت زولك. طب لقيت زولك، لقيت زولك طبعا يعني. حنتوب بنسمع بها يعني، بكل يعني الناس الغادة اللي تخرجوا منها يعني، رحمة الله عليهم، ولا ربنا يدي الصحة والعافية للموجودين منهم. أنا جيت داخلية أبو عنجة، الداخلية بتاعتي طبعا بتجي بتتوزعوا طوالي على الداخليات. كان كمية من الفرح أصله لا يوصف يعني، في إنه الواحد جاء حنتوب، واحتفال اليوم الأول احتفال كبير جدا يعني. بعد ذاك في داخلية أبو عنجة طبعا، هي داخلية المرحوم الرئيس الأسبق جعفر نميري يعني، هي نفس داخليته، وهو كان رئيس داخلية هناك يعني. فبعد ذاك أنا بقيت ذاته في الحتة بتاعت رئيس الداخلية دي. أنا كنت واحد من الرؤساء، رئيس داخلية أبو عنجة، والناس دي كلهم يعني أنت بتجي بتشوف منو كان في الداخلية دي، منو درس في المدرسة دي يعني، شنو الإمكانيات الموجودة. طبعا إمكانيات ما محدودة زي ما قلت لك يعني. نعم. كمية بتاعت ميادين الكورة، كمية بتاعت ميادين الباسكت، البولي بول، كمية من المسارح يعني، أحسن الأساتذة يعني، أحسن طرق التدريس، أحسن المعامل يعني. أنت بتجي يعني تقيف مع نفسك انه اي حاجه مطلوبه لانه الزول ينجح موجوده. نعم. حتى النشاط السياسي كان موجود في حنتوب يعني. عندنا التوزيع يا دكتور، معلش المقاطعه، التوزيع للداخليات بيتوزع يعني على حسب يعني على حسب شنو يعني التوزيع بيكون في الداخليات؟ التوزيع في الداخليات انا افتكر انه بيتم على اساس انه يكون في الداخليه اكبر قدر من التنوع. يعني طبعا هي مدرسه قوميه، كانت حنتوب، وكان في خور طقت، وكان في خور عمر. ففي الداخليه بتجي بتلقى ناس من كل المناطق، على اساس انه ما يكونوا محظورين يعني. بيكون في ناس من جنوب الجزيره المناقل، بيكون في ناس من شمال الجزيره، حتى معانا مجموعه من الاخوه الجنوبيين كان تم استيعابهم في حنتوب، الطلاب من جنوب السودان، دول جنوب السودان حاليا. فبتلقى التنوع ده يعني. انت في الداخليه بيكون عندك فرصه بتاعت تقابل الناس
من مناطق مختلفه باشياء مختلفه، وبعد ذاك بيتم التواصل طبعا. يعني مساله انه يعني الناس تتواصل يوم الخميس، انت تمشي المسلميه وبعدها بعد ذاك تمشي الشبارقه وبعدها تمشي الكريمت، عرفتها؟ دي رئيسيه جدا يعني في الاجازه الزيارات. فده الشيء كان جيد يعني، ده الشيء كان جيد جدا في التوزيع. بعدين هناك في حنتوب انا يبدو انه هي دي النقطه بتاعت البدايه، في انه بدايه العمل السياسي. يعني كنت في اتحاد الطلبه وكنت مصادم جدا بالمناسبه، وبعد ذاك كنت رئيس للداخليه نفسها. يمكن ده كان الاساس اللي ما تم بعد ذاك في جامعه الخرطوم. طبعا الحاجه الدارة اشير لها هنا، يعني حنتوب ما بتطلعك اكاديمي بس، بتطلعك غايد، بتطلعك غايد، بتطلعك زول قادر انك تتميز وتنجح في اي اتجاه انت تمشيه. لانه بتعدد بك اغلب الاشياء المطلوبه لانك تكون زول قوي، زول شجاع، زول واضح في حاجاتك، زول صادق، زول مسلح بعلم، زول مسلح بكميه بتاعت اشياء تمشي بها. المسألة بالنسبة لي ما يعني ما كانت صعبة في جامعة الخرطوم على الإطلاق، يعني بكل الـ يعني الـ الـ الإشكالات اللي كانت موجودة في وقتنا ذاك. يعني إحنا لما جينا الجامعة كان في إشكالات كبيرة جدا جدا في جامعة الخرطوم. كان مشكلة المقاطعة والنشاط السياسي كان موقف فيه، وكان النظام البائد شرس جدا في غمع المعارضين ليه يعني. ونحن كان مصيرنا نجي في الواقع ده في كمية من الإحباط وسط الناس اللي قدامنا في الجامعة ما بعد المقاطعة، ناس محبطة ما قادرة تمشي لوين. الدفعة اللي قبلنا والبعدنا بيقولوا نحن الدفعة اللي جات متفائلة، ويمكن غيرت كثير في مستقبل الجامعة اللي بنشوفه هسه. احنا ما كنا مستسلمين خالص لحتى الاحباط اللي لقينا فيها الناس اللي قدامنا ولا الواقع المزري للبلد. نعم. لكن من كل الكليات الناس كانت قادره تتفاعل وتقدر تشتغل. ويعني كل الدفعه جات في الجامعه في الوقت ذاك في دفعتنا في كل الكليات يعني يمكن قدرت تنخرط في عمل سياسي يعني وتكون صف واحد. الجامعه نحن لما جينا معليش قبل ما امشي لك للمرحله بتاعت الجامعه، اول حاجه يعني رحب بكل الناس اللي انضموا لنا في الزوم ومعانا في اللايف في الفيسبوك، مرحب بكم وان شاء الله تكونوا معانا مستمتعين. طبعا معانا دكتور محمد احمد عمر، خبير تكنولوجيا الزراعه وابن المسلميه طبعا زي ما قال. حنتوب يا دكتور، انا ما دارك يعني ما دارك يعني دارين حنتوب دي، دارين نقعد معاك شويه فيها يعني. طبعا الداخليه يعني انا دلوقتي قريت في داخليه، يعني الحمد لله ربنا اكرمني انه انا قريت في داخليه. تمام، فالداخليه طبعا يعني هي زي ما انت قلت بوتقه بتاعت انصهار كل يعني او انصهار، وبعدين المواهب بتاعتك بتتفجر هناك، سواء انت كنت بتلعب كوره، سواء انت كنت بتغني. يعني كان انا اتذكر احنا اول يوم بنجي في الداخليه، فكان يعني اي واحد بيكون طبعا جاي من اهله فاقد الجو بتاع البيت وكذا، بنقعد يعني لسه الجدول بتاع المدرسه ما في وكذا، فواحد بيقعد يغني، واحد بيقعد يمثل، واحد بيقعد بيقول شعر نكات. فكان يعني كان عالم جميل جدا يعني. والله اتذكر نحن لما كان الاجازه تجي ونكون ماشيين خلاص، اي واحد شال شنطته وماشي على البيت، كان يعني كنا بنبكي يعني. تمام، لانه انت حتفارق الحاجه الجميله دي كده، بعد ذاك اي واحد يمشي في البيت وكده. عشان كده تلقانا في الاجازه اول فرصه الواحد يمشي يزور الزملانه يعني في الداخليه وكده. طبعا اكيد داخليه حنتوب ما حتكون زي الداخليه باقي المدارس، لانه انت زي ما قلت فيها يعني مختلف باعتبار انها مدرسه قوميه يعني. انا ماذا قبل ما اجيك للجانب السياسي، اتكلمنا انا بس شويه عن الجانب الاكاديمي يا دكتور. طيب طبعا يعني البدايات انا كنت حريص جدا انه يعني كدروس كاشياء
يعني راجع دروسي، يكون عندي يعني ترتيب متقدم جدا، او اكون ناجح يعني، او القرايه يعني. لما جيت حنتوب ده كان الشيء الاساسي اللي انا كنت مصير احافظ عليه، يعني التميز الاكاديمي او التفوق الاكاديمي، بالاضافه لانه كنت شايف يعني في حاجات كثيره جدا ممكن تنمو في حنتوب بما فيها من امكانيات. يعني زي ما ذكرت لك في الاول، يعني انت بتجي كل الحاجات يعني موفره، يعني حتى الداخليه اللي انت ساكن فيها كل سنه بيكون في منافسه في تنظيم الحديقه بتاعت الداخليه بين كل الداخليات الموجوده. عندنا جنايني في الداخليه الطلبه هم ذاتهم بيرتبوا الحديقه بشكل كويس يعني. بالاضافه لكده المفروض يكون عندنا تيم بتاع كوره ينافس على مستوى الداخليات، بيكون عندنا تيم ثقافي المفروض يشارك على المستوى بتاع الجمعيات الادبيه، تيم بتاع يعني باسكت بول، تيم بتاع فولي بول. بالاضافه لده كله في يعني طاب بتاع تدريس مميز، يعني احسن الاساتذه كانوا موجودين، حتى في مدرسه ثانويه احسن المعامل كانت موجوده، يعني كل الامكانيات يعني موجوده تماما يعني. فبالنسبه لك كشيء اكاديمي يعني كل الوضع مهيئ، في نظام جيد جدا طبعا، انه الداخليه الساعه 10 النور بتطفي، يعني ما في قرايه ما في حاجه، في ظروف والله في امتحانات الناس بتقرا في المدرسه، كل شيء مرتب، كل شيء مرتب، وين وقت الراحه، وين وقت النوم، وين كل الاشياء دي. انا قبل ذكرت لك يعني كل يعني الخضره والجمال، وجود المسلميه في وسط المشروع ده كله، ما هي منطقه جميله جدا جدا. ومعلش ارجع لك برا شويه، وناس المسلميه ما يعني ما برضو تقول لي مدينه ساي، يعني هم يفتكروا هم من اعرق المدن، يعني عرفتها اعرق المدن في السودان يعني، وهم اهل الحضاره، وما برضو لك بمدينه دي ساي، كله هم بيكونوا حاضرين هسه، لو لاحظت انه جزء كبير جدا منهم علقوا، ولهم الحق يعني المسلميه مدينه عريقه وناس اصحاب حضاره وناس ناس جيدين. فبكل الجمال يعني يعني خدت جوانا من منطقه المسلميه، جيت حنتوب، حنتوب طبعا جنه الله في الارض يعني. نعم. على منعطف النيل، ويعني بنمشي البحر يعني، حتى القرايه انت بتصحى الصباح بتكون قدام الجناين ومع البحر، يعني انك تذاكر الحاجات الصعبه اللي بيقروها الصباح، يعني حاجات الحفظ والاشياء دي يعني. فيمكن ده برضو جو اضاف لانه الزول يعني يقدر يجود الماده العلميه والماده الاكاديميه اللي بتقدم، وانه يلقى متسع من الوقت يمارس هواياته الرياضيه الثقافيه حتى السياسيه، ويكون استيل في متسع لانك تجود اكاديميا يعني. ف يعني انا مفتكر انه من يعني من احسن المنظومه اللي انا مرت على حياتي الاكاديميه هي المنظومه المتبعه في حنتوب. نعم. زي ما ذكرت لك هي بتعدك اعداد كامل لانك انت تكون تطلع لاي حته ثانيه، انت زول قوي بكل الحاجات اللي فيها يعني. ومن هنا يعني التحيه لكل زملائنا واصدقائنا من حنتوب ومن داخليه ابو عنجه بالذات. طبعا كل الخريجين بتاع حنتوب منظمين في دفعهم، حتى عندنا مجموعه لداخليه ابو عنجه موجوده، الواحد يمكن ما قدر يتواصل معهم بالقدر الكافي بالمشغوليات الكثيره، لكن بتبقى يعني محطه مهمه جدا في الذاكره حنتوب. نعم. معلش يا دكتور انا هعمل ميوت لاي دول، فاعمل ميوت لنفسي لانه في مايك فاتح. Yep. نعم اتفضل يا دكتور اعمل ميوت. ايوه اتفضل. فهذه دي الفتره بتاعت حنتوب. نعم. يعني انا افتكر انه يعني جمال لا يوصف، ما في عذر كان لانه الزول يعني ما يكون جاهز لانه يصل الحياة. طبعا هي دي مرحلة فارغة كانت بالنسبة لنا، مرحلة انك تنتقل من جو بتاع أسرة، يعني كل شيء بيتجهز لك لانك في سن صغيرة جدا، انت مسؤول عن انك ترتب كل حاجاتك. نعم. كل حاجاتك تكون مسؤوليتك، ومسؤول من نفسك، ومسؤول من قرايتك، ما في زول بتابعك من اهلك يعني ذاكرت ما ذاكرت، ما في زول بيجهز لك اشياء ويرتبها.
يعني كانت مرحلة بتاعت تحول كبير جدا في الاعتماد على الذات يعني. لكن الفرحة بتاعت انه في مستقبل جاي ومنتظر الزول ودي حنتوب يعني، كان احساس قوي جدا ودافع في كل حاجة الزول بيسوي فيها يعني. نعم، الداخلية لحد الان يعني الحاجات المصطحبة او اثرت فيك من الداخلية ولحد الان موجودة شنو؟ الاعتماد على الذات. نعم، الاعتماد على الذات يعني. في اشياء يعني في سن صغيره جدا انا كنت محتاج اغرر فيها عشان تتخذ قرار. عاده في الاسر السودانيه المترابطه ترابط قوي، في سن صغيره القرار بيشارك فيه ناس كتار يعني، او دراسته. لما تكون في يعني في 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 غربه زي جو حنتوب او غربه حنتوب، وانت محتاج تتخذ قرارات قد تكون مصيريه وتاثر على مستقبلك بدون مساعده اي زول، انا بفتكر انه يعني دي مسؤوليه كبيره كانت في الوقت ذاك. لكن انا بشجاعه بفتكر انه في حاجات رئيسيه في الوقت ذاك اثرت، انا اتخذتها بشجاعه. ايفر سينس انه يعني المساله دي بقت موجوده في الزول يعني، موجوده في الزول. ما خوفتني غربه بعدها يعني، ما خوفتني غربه خالص بعدها يعني. يمكن دي من يعني الحاجات الكويسه جدا يعني. انا غربتي طويله، لما طلعت من المتوسطه ماشي حنتوب، انا بقيت في غربه لغايه اللحظه اللي بتكلم معك يعني. فما ناس كتار بيقدروا يمشوا في المزاله دي بسهوله بدون ما تاثر عليهم على المستوى العاطفي، او يعني يكون عندها اثر سالب على اداك. يعني انا في يعني بعدين حاجيك للغربه بتاعت البلاد البعيده دي، اخر الدنيا واستراليا بكل القسوه بتاعت الحاجات الموجوده، انه الزول متصالح مع كل الواقع العجيب ده من غربه وستيل قادر ينجز يعني. ما بتجي تصحى الصباح والله تقول انا مدبرس ما ماشي الجامعه، او انا تعبان ما بمشي الشغل يعني. فانا افتكر انه يعني دي واحده من الحاجات المهمه جدا، انه في السن الصغير ده تمتع على روحي في حاجات كثيره جدا يعني. وده دور انا افتكر انه مفروض يتواصل يعني، دور المدارس الداخليه في انه يعني انت بتدرب الطالب الزول على انه مش اكاديميا بس، اشياء كثيره جدا بتخطه في جو على سنه، يلقى وقت ينمي مقدرته الثقافيه الرياضيه السياسيه كل شيء، بتديه يعني فرصه احتك بناس وتعامل مع ناس مختلفة. بعدين لما تجي لأنك تكبر وتسافر أو تقترب وتجي للمسائل بتاع الكروس كالتشرال ديفرنسيز والناس والآخر والحاجات دي، بتجي بتستصحب معاك الأول ذاك يعني، لأنه أنت في وقت بتتعامل مع زول هو مختلف عنك في كيف بيسوي الأشياء يعني. يعني زول جاي من منطقة يعني، زول جاي من أسرة، فكان عنده أثر الطيب. بتخط ناس لوقت كويس جدا، يتشاركوا حاجات كثيرة، بتتبني بيناتهم علاقات قوية يعني. أنا لغاية الساعة يعني عندي أصدقائي بتاع حنتوب ديل خاصين جدا يعني، لغاية الساعة بنتواصل، ولغاية الساعة هم الناس اللي بتعتمد عليهم، وهم يعني رصيد حقيقي يعني في حسابك الاجتماعي يعني. ففوائد كثيرة، لكن حنتوب بالذات يعني مدرسة مميزة ما في شك، تخرجوا منها قيادات باعتبار أنه يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني حاجه رائعه يعني. انا من الناس يعني ما قدرت اخش حنتوب يعني، لكن كان النتيجه بتاعت الثانوي العالي كانت بتدخلني حنتوب، لكن لسبب ما قدرت، او المتوسطه ما قدرت ادخل. فهل انه ناس يعني دائما انا بشوف الناس يعني اللي بيدرسوا في جامعه الخرطوم ودرسوا في حنتوب ودرسوا في ورطقه فور عمر، مرات عندهم انفه كده بتمشي لحد حدود التعالي، فرايك شنو في الكلام ده يا دكتور؟ والله شوف انا اكون واضح معك، نحن ناس حنتوب ديل ما قاعدين ناخذ زول اصلا، لا تقول لي خور عمر لا طق يعني، ما بفتكر انه في زول يعني قادر يفوتنا بهناك يعني. بنقدر الناس الجايين من جامعات ثانيه وكذا، لكن حنتوب ده زول خلاص يعني، ما يعني بيقول لك الرموز يعني، يا اخي يقول لك تخرجت فلان يعني، انت دارت تقول لي شنو يعني، انت من وين؟ الارث العجيب يعني فينا، عشان الحركات دي الانغاز فرتقته ولا شنو؟ افتكر عشان كده مصنع حقيقي يعني بتاع قيادات،
مصدر صحيح. حقيقي بتاع قيادات يعني. وانا لو جيت ذكرت لك يعني نحن في فترتنا جينا ونحن طبعا اخر السنين بتاعت حمتوب يعني ديل ناس معدين بشكل جيد يعني معدين بشكل جيد وناس اقوياء يعني كان عندهم مسارهم زي ما ذكرت لك يعني الطالب بيطلع من هناك يعني مسلح بكل ما هو مطلوب يعني غير العلم بس والقرايه. كيف انك ذاتك تتعامل مع المجتمع ومع الناس وكيف انك تكون مواطن صالح؟ لكن كمزلة بتاعت مقارنة طلبة حنتوب بطلبة تانين ما برضو الناس دي تقارنهم بأي زول بالمناسبة. افتكر انه هم الطب كلهم ناس حنتوب وكنا سامعين كثير جدا منهم هسه موجودين. التحية اليوم التحية لكل طلاب مدرسة حنتوب ومعلمين مدرسة حنتوب وإداريين مدرسة حنتوب وطبعا يعني بيشكلوا ويدان عظيم جدا من ويدان الشعب السوداني. دكتور عمر دكتور احمد عمر السياسه بدت معك من حنتوب؟ نعم نعم. كده البدايه كانت كيف يعني؟ طيب البدايه انا كنت عضو في اتحاد المدرسه بعد ذاك اتحلل الاتحاد اول مدرسه وقفته يعني لانه كان طبعا مصادم في كل قضايا الطلبه وحتى قضايا الشارع. بعد ذاك كنت رئيس داخلية أبو عنجة زي ما قلت لك هي داخلية قوية جدا جدا لداخلية المرحوم رحمة الله عليه الرئيس الأسبق جعفر نميري يعني. بعد ذاك يعني التصدي للقضايا بتاعت المدرسة أو قضايا الشارع كان لازم يكون في جسم تاني يتبناه فكان المقاومة بتتم عن طريق رؤساء داخليات مع اللجنة التنفيذية السابقة أو مع الاتحاد السابق. أنا كنت فيهم الاثنين في الاتحاد وفي الرؤساء الداخلية وأنا أفتكر دي البدايات الحقيقية لعمل سياسي بدري في تاريخ الزول يعني ويمكن زودني بتجربة هي كانت أساس لما تم بعد ذاك في جامعة الخرطوم أو للأسة موجود أو للحاجة اللي قدام يعني. لكن في العمر داك بدري يعني أنا أفتكر إنه دي كانت البدايات لعمل سياسي عمل سياسي قوي. كنت رئيس رابطة الطلاب الثانويات في مدينة المسلمية برضو البعد السياسي هناك ما كثير في شغل الروابط تحت الثانويات لكن تخيل نحن في الثانوي وفي رابطة بتاعت ثانويات في مدينة المسلمية مشينا أكثر من كده كوننا روابط الثانويات في منطقة المسلمية بكل الريف بتاع 46 غرية في كل غرية مشينا يعني حتى لو العدد محدود بنكون لهم رابط وبعد ذاك بقي جسم أساسي في 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 المنطقة. ده كله كان له إسهامه في تجويد التجربة السياسية بتاعتي في جامعة الخرطوم يعني على الأقل وإن كان مع اختلاف النوعية لكن بتديك الخبرة والمعرفة بتاع إنه كيف إنه الأشياء تتخطط لها وتتنفس وكيف يتم التقييم وين الأخطاء وشنو المحتاجين نسويه. فدي مع تجربة حنتوب أنا أفتكر خطتني في وضع كويس لما جيت جامعة الخرطوم يعني في البرلين. طيب قبل ما نطلع من حنتوب يعني أحداث في الذاكرة يعني حصلت في حنتوب. طيب أنا يعني أقول لك حاجة عجيبة جدا يعني يعني إحنا كان عندنا اعتصام عن الطعام مضربين خالص عن الطعام والاعتصام أنا في غيادته يعني في غيادته في نفس الوقت عندنا أسرة وهي في إدارة الجامعة من المسلمية برضو موجودة وعندنا أولادنا أولاد المسلمية فبيعزموهم يعني غدا في البيت مثلا عزمينهم غدا في البيت يا أخي نمشي للناس ديل. طبعا أنا محتصم مع القيادة عن الطعام يعني كيف إنه أمشي يعني ديل أهلنا وقرايبنا ومعازميننا ف لكن ما 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 في طريقة تمشي يعني خالص يعني فزملائنا لما مشوا للأسرة دي وفون أستاذنا ربنا يتربى الخير يعني من الإدارة فقالوا لي يا أخي الرجل ده طبعا لأنه محتصم مع الرؤساء ديل ما حيقدر يجي ويحترم فيني الحاجة دي كويس جدا جدا يعني حتى انه هو في الاداره لما لاقاني ثاني يوم يعني قال لي انا مبسوط جدا انك ما خذلت زملائك وجيت لكن يعني اتخيل انك
تقول لك اعتصام وانت لسه طالب في الثانوي. تخيل انك انت لسه في الثانوي وزول ملم بكل القضايا والمشاكل بتاعت البلد وبتسور ضدها يعني. افتكر انه دي يعني دي 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 مرحله بدري في حياه الطالب، ومهمه كل الاشياء دي يعني كيف تفاعلوا مع الوطنيه. التغيرات اللي جات هسه دي يمكن يعني بتضعف شكل العلاقه دي يعني بين 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 انك انت تكون طالب وفي مؤسسه او في مدرسه ثانويه ومشاكلك بتحت البلد يعني، وتتعامل مع المساله بكل وطنيه بكل وطنيه، ما في تخريب ما في تكسير، بتكون عارف انه دي بلدك وعارف انه قضيتك دي تصل كيف وصوتك ده يصل كيف، لكن ما بتتعدى الجانب بتاع انك انت وطني ودي ممتلكات بلدك. فالاحداث كثيره طبعا في 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 حنتوب، في حنتوب الاحداث كثيره جدا، لكن انا بفتكر زي ما قلت لك انه برغم الصعوبات اللي كانت موجوده من الاحداث ومترتب عليها من عقاب لو من الاداره او من جهات تانية، انا افتكر انها يعني كانت تجربه مفيده بعد ذلك. نعم طيب يديك العافيه، يعني ما شاء الله، يعني الحديث جميل، ويعني بجد الواحد يستفيد منه، يعني انه الانسان ده بيتشكل مما هو صغير، يعني بتبدا البذره الزرع فيه، وبعد ذاك بيبدا يعني تنمو وتزداد، ومرات تزبل هنا وتخضر هنا وكده. دكتور عمر، من دكتور محمد احمد عمر من حنتوب لجامعه الخرطوم كليه الزراعه. نعم. طيب يعني انت يعني اصلا باعتبارك انك انت مزارع، وطبعا انا يعني ما تتخيل انه اتبسطت كيف لما قريت في السي في بتاعتك انك انت يعني كاتب المهنه مزارع في مشروع الجزيره، معناها انت يعني الزراعه دي جاريه في دمك. طيب هل انه كان في اي ما يعني انت اصلا دي رغبتك كان من البدايه انك تقري زراعه، لو كان قريت في حنتوب ولا كان قريت في اي مدرسه ثانويه عاليه يعني. هل انه لما انت مشيت في حنتوب هل انه بديت تتغير، انه الرغبه دي بدات شويه كده تتحول، ولا كنت ثابت على المبدا ده؟ طبعا زادت على فكره. زادت تماما. يعني الانتماء للزراعه والحواشات، وانه دي حياتنا، انت من احنا اطفال بتكون في الحواشه يعني، بتجي من المدرسه برضه بتكون في الحواشه يعني. ما لما جيت حنتوب يعني دي جنة المسلمية، حنتوب جنة كمان خضرة، جناين بكل حاجاتها يعني، بكل الأشياء فيها يعني والجمال يعني. أدتني الجانب الثاني اللي هو الجانب بتاع البساتين، أشجار المانجا والبرتقال والليمون. فجاي لحنتوب يمكن يعني بالجو بتاعها من الخضرة والجمال والجناين الحولة، زادت المزلة التحتية إنه أنا لا زراعة خلاص، ما يعني اكدت لي كمان اكثر. طيب بعد ذلك نعم زادت الرغبه دي او اكدتها. نعم بعد ذلك مشيت جامعه الخرطوم، وتخيل انت دخلت جامعه الخرطوم خلاص، يعني الجو السياسي كان منتهي زي ما انت قبل شويه قلت، ويعني كان الخطه بتاعتك شنو انك في جو، وانت ما تنسى انك انت زول كنت غيابي في 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 حنتوب او كنت ثوري، معناه انت اكيد بتكون لما تيجي الجامعه بتكون يعني بتكون تحت الميكروسكوب، فالحاجات دي قدرت تتجاوزها كيف يا دكتور؟ طيب انا زي ما ذكرت لك من الطلعه من السلميه من المتوسطه في السن الصغير ده، وانك تمشي حنتوب وتشوف كل الحاجات دي وتستفيد منها وتبني نفسك وتصغل المواهب الموجوده فيك وتستفيد من الامكانيات الموجوده هناك في اعداد نفسك حتى سياسيا. يعني لما طلعت من حنتوب كنت استفدت من كل الحاجات دي، وكنت مريت بتجربة الغربة والاعتماد على الذات المثل اللي ذكرته لك. والجامعة يعني كنت عارف انه انا خلاص قادر اقدم بشكل كويس يعني، بعد التجربة بتاعت حنتوب يعني قادر ارتب حاجاتي كلها على سنه اقدر انخرط في شيء يفيد البلد في العمل السياسي في جامعة الخرطوم. كنت عارف الحاصل في الجامعة قبل أخش الجامعة، كل الشيء الحاصل في الجامعة كنت عارفه قبل أجي. يعني عندنا مجموعة من أصدقائنا هم كانوا قدامنا في جامعة الخرطوم، ويعني خدتونا في الجو بتاع الجامعة
الحاصل شنو؟ وكنا عايشين مشاكلهم يعني. فيهم اللي قاطعوا الامتحانات، فيهم اللي اتضرروا اكاديميا، فيهم اللي اتفصلوا فصل من الجامعه لاسباب سياسيه، وجو كانوا موجودين في المسلميه اتفصلوا لاسباب سياسيه يعني، وكانوا موجودين في المسلميه. من نون عرفنا الحاصل في الجامعه كويس جدا يعني، وعرفنا اسامي بتاعت ناس كانت قيادات في الوقت ذاك يمكن قبل نشوفهم. ده صراحه سهل علي تماما. انا طول الفتره دي لغايه النقطه دي يعني ما عندي اي انتماء سياسي لغايه ما خشيت الجامعه. كان عندي راي في الحته بتاعت الانتماء السياسي وكل الاحزاب الموجوده وشكل الممارسه بتاعتها. صراحه كان عندي راي في كل الاشياء دي يعني، وكنت ما مستعجل خالص يعني انه اخذ فرصتي. تقرا لاي زول، تدرس حاجاته كلها، تشوف اي ايديولوجيا يعني. ومزالت انك تتحزب او تتنظم دي اصلا ما كان يعني قلقان علي انها تجي متين يعني. ويمكن لغايه هسه انا ما قلقان انه مثلا المزاله تجي متين يعني، لغايه هسه ما محزب على الاطلاق، ما منظم وما قلقان يعني، المزاله دي ما قلقاني خالص يعني. لكن لما جينا الجامعه كان لازم انت تقوم تشتغل في 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 جسم يقدر يقدم للبلد يقود. في الفتره ديك ونحن في البرلين، نحن طبعا درسنا الاعدادي في السنتر للعلوم، وبعد السنه الاولى بتاعت الاعدادي مشينا شنبات. طبعا لما جيك لشنبات يعني ثاني ما حد اذا تقول لي انت لسه حته الزراعه عندك ولا فكرت تغير، لان شوف انا متحول من جنه لجنه يعني، من جنة المسلمية والخضار اللي فيها حنتوب لجنان شنبات يعني، لجنان شنبات أي لا خلاص. بعدين أستراليا، أيوة بعدين أستراليا طبعا مبالغة يعني من المسائل بتاعت القدرة والأشياء دي يعني. فمزالة زراعة دي خلاص يعني أنا ما عندي أي فكرة إنه أغير مجالي على الإطلاق خالص. فكان لابد إنه يعني تلقى جسم يعني أو منبر على الأقل إنك تقدر تقدم من خلاله. الجامعة كان في قيادة حركة الطلاب المحايدين يعني، ناس ما منظمين سياسيا لكن بتصدوا لكل القضايا بتاعت الجامعة بتاعت الطلبة أو بتاعت البلد يعني، لكن ما في أيديولوجيا خلفهم ولا هم حسب سياسي، لكن تنظيم طلابي بيستوعب كل الغير منتمين للأحزاب السياسية الأيديولوجية في الوقت ذاك، لأنه في الوقت ذاك يعني كان في قطاع كبير جدا من الطلبة عنده رأي في الممارسة السياسية بتاعت الأحزاب ورافض الانتماء لأسباب مختلفة. الناس ديل ما كان مفروض يكونوا قاعدين في حتة البلد ما تستفيد منهم. جل شغل بتاع حركة الطلاب المحايدين واستوعب يعني القطاع، وهي كانت الأغلبية يعني في جامعة الخرطوم، وهي كانت قايدة النضال بتاع الحركة الطلابية في جامعة الخرطوم وجامعات تانية أخرى، لكن هي كانت الأقوى. كان يعني مواقفها مصادمة من أوائل يعني الحركات السياسية أو الطلابية اللي قدمت شهداء، ومن هنا يعني نذكر كل شهداء الحركة الطلابية على مر التاريخ الطويل. يعني الرحمة والمغفرة لهم كلهم، والرحمة والمغفرة للشهيدة التاية، هي طبعا من شهداء الطلاب المحايدين في الجامعة جامعة الخرطوم. فالفكرة اللي أنا جاي بيها عن الشيء الحاصل في الجامعة شنو، والتنظيمات السياسية والمحايدين وسان المحايدين يعني شنو، كل التنظيمات الثانية، فيمكن ساعدتني كثير إنه لما نجي الجامعة وشوف الحاجات على حقيقتها إنه أنخرط مباشرة في العمل مع حركة الطلاب المحايدين. ما في حاجة أنت هنا تخاف عليها يعني، ما في حتة بتاعت أيديولوجيا، ما في شيء. المهم ده جسم بيحفظ حاجاتك كلها في إنك أنت ما منظم، لكن بديك الفرصة إنك تقدم للبلد. نعم. أبعد الأشياء يعني. فكانت يعني تجربة كويسة يعني، لأنه أنا أقول ما بعد ذاك أول نحن موجودين فيه وأسه، لأنه كمية الظلم، كمية التعذيب والاعتقال اللي احنا تعرضنا له في الفترة دي كان دافع أساسي لأنه الزول ابني روحه بشكل كويس وإنه يفيد البلد. نعم. هو اللي كان ورينه أنا هاجر. أنا جيت أستراليا لاجئ سياسي، بعد خرجت على الخرطوم سافرت جمهورية مصر العربية
كنت مشارك في التجمع الوطني الديمقراطي ونشاطاته هناك، وكنت شغال في نفس الوقت شغال مهندس في مجالي هناك برضه، حاجيك للحته دي. لكن لما جيت استراليا جيت لاجئ سياسي، فكان كان التوفيق بين 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 الدراسه والعمل السياسي واشياء ثانيه كثيره، يعني مواهبك انت ذاته الجبال بدت في حنتوب بالشكل المنظم ذاك، يعني انه في مساحه انك تسوي اي شيء. لما جيت جامعه الخرطوم المزال بقت ديفرنت او مختلفه بشكل كبير، يعني نعم. الحاجات منظمه خالص بكل النظام الانجليزي، يعني اللي كان في حنتوب. في على الخرطوم المزال بتختلف يعني مثلا يعني نشاطك السياسي ممكن قد يتعارض مع بعض الاشياء الاكاديميه يعني، او مع وقتك اللي بتديه اكاديميا يعني، لانه المزال صعبه يعني، المزال ما بالسهوله اللي في حنتوب. يعني هنا في اعتقالات، هنا في ترصد، هنا في عمل سري، هنا في عمل تنسيقي، هنا اي حاجه محسوبه يعني. لكن الحمد لله الواحد قدر، يعني انا 5 سنة في الجامعه ما ربطت، قدرت امشي متسلسل خالص لغايه ما كنت ده السؤال اللي دارز لك ليه، يعني في 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 خضم المعارك السياسيه والاعتقالات وكده، ما شاء الله قدرت يعني تجتاز المرحله دي. لكن بس دار ارجعك شويه يا دكتور، اول يعني حادثه او اول امر باعتقالك يعني كان في اللي هو كان في الجامعه، يعني كان ممكن بس شويه يعني معليش يعني انه ننكت لك الجرح ده، لكن بس عايزينك شويه كده يعني تتكلم لنا عليه يعني. طيب طبعا يمكن الناس من جامعه الخرطوم اللي بيشاهدوا اللايف ده ما فيهم زول بينسى احداث 93. في 93 فازت حركة الطلاب المحايدين باتحاد طلاب جامعة الخرطوم، وتم تزوير الانتخابات بواسطة النظام السابق أو التنظيم بتاعه في الجامعة، ومازال خشت فيها يعني حتى قيادات منهم من برا. الجامعة كانت مشكلة كبيرة للحكومة، يعني مشكلة كبيرة يعني، أو كانوا بسموها الصنم الجاسم على صدر الثورة. يعني في 93 كان في اعتصام في مكتب المدير الجامعة لأعضاء الاتحاد، وكان كل الجامعة موجودة في مجمع الوسط. حصل هجوم على الجامعة من ناس الأمن والكوادر بتاعت الكيزان برضو، وكان يوم صعب يعني في تاريخ الجامعة ما بتنسي يعني، وكان فيه معارك بتاعت كر وفر مع ناس الأمن الموجودين، فيه تفاصيل كثيرة. لكن في اليوم ذاك يعني اشتغل يعني كمية كبيرة جدا من الطلبة، وحصل هجوم على الجامعة بشكل كبير يعني، من ضرب لبومبان. يعني أنا دائما بقول لهم يعني إنه في الوقت ذاك كان في حرب الجنوب، يعني البومبان الفكوه في اليوم ذاك في الجامعة كان كافي حرب لون الجنوب ده، يعني ما في داعي لانه الواحد يكون قاسي للدرجه دي يعني. يعني غمعوا الجامعه بشكل صعب يعني، صعب شديد. ده يعني اول اعتقال كان. بعد ذاك تواصلت الاشياء يعني، خصوصا في شنبات الاعتقال يعني تعرضنا له كثير، وما صعب عليهم اعتقلوك، لانه شنبات طبعا انت طالع من الجامعه ماشي البيت او ماشي طالع اي حته مناطق تحت الاشجار ديك عادي يعني، ممكن الناس يكونوا مراقبين لك وتتقبض. لكن اول اعتقال كان في 93. طبيعه العمل يعني اللي انا كنت بادي وداخل الحركه يعني كان 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 واضح للناس، ممكن ايزي جدا انت تتصنف شنو هو ولا هم يكونوا دايرينك يعني. لكن طبعا الاعتقال لجامعه الخرطوم او الطلبه بتاعنا او كوادرها ما يعني ما حاجه قاعد تخوفهم ولا قاعد حاجه قاعد تكسر زول او تغيره، على العكس يعني الناس بتجي اشرس على انها تكاتل النظام ده يعني.
وزي ما ذكرت لك قبل، يعني يمكن الفترة دي اللي احنا كنا بنصارح فيها النظام ونعارض ضده فترة كانت قاسية، يعني النظام ما كان بيتهاون انه يستخدم أسوأ الأساليب في غم عن المتظاهرين من كل شيء. يعني ال 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 النضال في الوقت ده كان صعب، كان صعب انك تقول انك انت معارض النظام ده يعني، لكن الناس ثبتوا وركزوا يعني، وقدرنا نطلع الشارع في كم حدث يعني، وقدرنا نصل لغايه وسط الخرطوم يعني. فكنا قادرين يعني، الناس تقدر تحرك الشارع بقوه او صوتنا يتسمع. طيب طبعا هي طبعا اصلا يعني جامعه الخرطوم هي المهد بتاع الثورات ومهد بتاع، لانه يعني هم خيره، ممكن نقول خيره المتعلمين بيدرسوا في جامعه الخرطوم، يعني باعتبار انه هم مواكبين الشيء اللي بيحصل شنو، فاهمين الشيء اللي بيحصل شنو. يعني الجامعه ما بعيده من ما بعيده من من الشعب، ولا بعيده من من الوطن يعني. فهو ده السبب اللي بيخلي انه الطلبه دائما يكونوا هم في 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 مقدمه الروح، يعني يطالبوا بحاجاتهم الوطنيه وكده. الاتحاد كان مطالبه شنو يا دكتور الوقت ده؟ الاتحاد اللي هو لما انتوا يعني فزتوا بالاتحاد والانتخابات اتزورت، يعني انتوا كان مطالبكم شنو يعني؟ هل انتوا كنتوا بس الشغل بتاعكم كان ضد التزوير، والله انه كان عندكم مطالب ثانيه عايزين مثلا الجامعه والحكومه تنتبه لها يعني؟ طيب جامعة الخرطوم أي اتحاد يجي فيها ما ممكن تحصر المطالب بتاعته في مطالب بتاعت الجامعة أو مطالب الطلبة بس النهائي، لأنه على مر التاريخ يعني جامعة الخرطوم يعني بتحس بحساس الشارع والمواطن، وجزء كبير جدا من أهداف الاتحاد أو مطالبه بتكون عندها علاقة بالحاصل في البلد. لكن على المستوى الداخلي يعني في المطالب بتاعت الطلبه، يمكن يعني النظام البائد ده لما جاء اول حاجه بدا يشتغل على انه صعوبه التعليم، انا افتكر انه ما يكون في داخليات، انه الناس ما تكون قاعده في حته واحده، ما تكون قاعده في وضع مرتاح يعني، على سنها هي بعد ذاك بالاضافه لدراستها تتفرغ لانها تعارض النظام او تشوف الشيء الحاصل. فحاول يخلق الربكه دي يعني، بانه التصفيه بتاعت السكن والاعاشه يعني، وكان كان كان في مشاكل كثيره جدا يعني، هي كلها بتحد من انه الوقت بتاع الطالب او يكون مركز على انه يقرا او يمارس نشاطه السياسي الموجود. نحن بالنسبه لنا يعني كان مهم جدا عوده النشاط الطلابي في جامعه الخرطوم، يعني بتكلم عن حركه الموحدين في الوقت ده، عوده النشاط يعني كانت شيء مهم يعني، حتى يعني لكل التنظيمات يعني، هي دي اللي بتصغل كوادرك، دي اللي بتخلي عندك جسم انت تقدر تغود به الجامعه وتقدر تغود به الشارع كمان. لكن على مر التاريخ الطويل بتاع جامعه الخرطوم المطالب بتاعتها ما بتنفصل من مطالب الشارع على الاطلاق، وين كان يعني زي ما ذكرت لك الحركه، حركه الطلاب المحددين هي كانت على قياده الجامعه لفتره طويله جدا يعني، يمكن هم فازوا بالاتحاد اللي قبله اتحاد 90، وبعد ذاك جاء اتحاد 93 برضه يعني، لكن الفتره اللي قبل نحن نتجي بتاعت اتحاد 90 هو بعد ذاك يتجمد النشاط، يتحلى الاتحاد ويتحلت حتى الروابط الاكاديميه، وين كان الروابط الاكاديميه كان بتأدي دور عظيم جدا يعني في الجامعه. طيب اتخرجت في 5 سنوات. نعم. بعد ما اتخرجت يعني الخطه بتاعتك كانت شنو؟ طيب انا هجيك لها نقطه كويسه جدا. اثناء ال5 سنوات دي اللي انا قاعد في الجامعه، النظام البائد كان بيجيب كوادره كلهم لسه يعني القيادات الموجوده يعني، وفي ندواتهم السياسيه بيتكلموا يعني، التحضير قبل يكون في انتخابات او في اي ندوه سياسيه للنظام البائد في جامعه الخرطوم كان بتكون متاكد تماما انه الناس دي ما حيدوك معاهم فرصه لا في وظيفه ولا في انك تكون قاعد بشكل امن في البلد يعني، كنت متاكد منها تماما يعني، ما زالت انك انت تتخرج وتتوظف دي ما موجوده، لانه نظام التمكين انت زول محارب مستحيل انك وظيفه. بعد التخرج طوالي مشيت رجعت المسلمين.
نجحت المسلمية طوالي وبقيت مزارع، زارع بس، وقاعد في الخلا، ودي شغلتي يعني. أصلا ما كان عندي غناعة في إنه النظام ده ممكن يديك فرصة بتاعت إنك مثلا أنت تشتغل في وظيفة مفتش زراعي في مشروع الجزيرة. طبعا ده الحلم يعني، كان إنك تكون في منطقتك وشغال مفتش والحاجات تمشي بالشكل ده يعني. النظام البايد ما كان بيفتكر إنه من حقنا إنه متوظف أو من حقنا نعيش ذاتي في البلد يعني. المسألة كانت بالنسبة لي واضحة تماما. فجيت غيمت الأشياء يعني. أنا وصلت لغاية النقطة دي هنا، الطريق من هنا لقدام وين يعني، كان تفكير عميق، تفكير طويل. وأنا أفتكر إنه يعني لو في حاجة فخور بها في حياتي، فخور بالتفكير التم مما أنا تخرجت لغاية ما قررت أطلع. يعني تفكير كان جيد، أنا حسبت كل حاجة، حسبت كل حاجة يعني. حسبت إنه وين المستقبل لو أنا بس بقيت مزارع هنا، أمشي الخلا وأجي. ليه المسألة دي ما كان ممكن تتم قبل 5 سنة يعني؟ أنا من الثانوي ومشيت الجامعة، زملائنا في الزراعة، عندنا برضو زملاء في الزراعة، في ال5 سنين دي هم كانوا يعني تقدموا كتير يعني، أنا وراهم كتير، لأنه ال5 سنين بتاعت الجامعة ما خلتني أواكب ال5 مواسم اللي هم حصدوا وربحوا، أسسوا روحهم على المستوى الزراعي يعني. جيت حسبت إنه يعني مثلا ده جانب. الجانب الثاني بتاع إنه أنا أرجع أحضر دراسات عليا مثلا في الجامعة، أنا رغبتي كان إنه ما أكتفي بالغدر ده من العلم. فلقيت إنه حتى لو حضرت هنا يعني، في شنو أصلا بيقدر يخليك تواكب العالم يعني؟ إحنا متأخرين، فأنت محتاج تمشي تشوف العالم وصل كيف من حاجة بتاع علم وتكنولوجيا زراعية وتجي تجيب البلد. في ده كله كنت بستوعب إنه النظام ده قاعد يعني، العيشة معاه وكيف يعني، أو هل الاستسلام له وهل ده غرار. كنت عارف ما يدور في الغاهرة من التجمع، وبعد ذاك تواصلت المضايقات يعني حتى على المستوى السياسي يعني. التفكير التم هناك كان تفكير واضح، تخطيط واضح. أنا كنت شايف المستقبل شنو في ظل الواقع الموجود. قررت أسافر جمهورية مصر. معلش، قبل ما تسافر يا دكتور، يعني خلاص المنظومة بتاعت مشروع الجزيرة تقريبا في الوقت ذاك انهارت، صح؟ يعني حتى الإدارات، المفتشين، رؤساء الأقسام، اتخليت بدت خلاص بدت تنهار. أنت كنت معاصر الانهيار. طيب، أنا كنت مواكب المشروع من عمر أنا 6 سنوات مع جدي في الزراعة لغاية وأنا طالع في نهاية التسعينات من السودان، وكنت بشوف الدمار الماشي عليه مشروع الجزيرة، وكنت خايف جدا إنه الحال ده غادي يصل الحال اللي لسه موجود. ما كنت متصور إنه ممكن أصل، لكن كنت خايف جدا إنه غادي يصل. هسه بقى واقع الدمار الموجود يعني، التخبط في السياسات يعني، من المشاكل الكبيرة بتاعت النظام البايد يعني، الشعارات ناكل مما نزرع، والمسائل بتتم بشعار أكثر من إنها بشيء علمي وشيء مدروس يعني. كان عندهم التجربة بتاعت إنهم دايرين يحققوا الاكتفاء الذاتي من القمح وناكل مما نزرع، فكان عندهم القرار بتاع إنه كل الأراضي بتاعت القطن وأراضي القمح تتزرع قمح. تزرع قمح، نعم، أيوة صح. أيوة، النازل طبعاً بدون 90 في كده، في التسعينات ما حسبوا حاجة يعني. القطن في مشروع الجزيرة يعني الري بالنسبة له شيء تكميلي، لأنه القطن مويته أساساً أغلبها بيجي من المطر، طبعاً في الفترة بتاعة أغسطس سبتمبر بيشرب مويته من هناك يعني، من المطر. القمح لو جيت على الجانب الآخر وحاجيك لحتة القمح دي في نهاية اللقاء، أنا حريص جداً أتكلم عنها. ضروري طبعاً يعني. أنا بس الناس يا جماعة المتابعين لنا في الزوم في كده، نحن جايين عليهم يعني. طبعاً أصلاً الدكتور حيتكلم لنا عن التخصص بتاعه وعن إنه رؤيته شنو حتى للزراعة في السودان يعني، فبس خليكم معانا يعني. إحنا الدكتور ده ما قاعدين نلف في الساحل، فدارين طيب يستدرجوا يعني زي ما نقول. طيب، بعد ذاك ده القرار يعني، هم ما حسبوا الأشياء دي بشكل جيد. الموية بتاعت الصيف ما بتقدر أنت تخزينها أو تخليها قاعدة لغاية ما تجي تزرع بها مساحات في الشتاء، ف
فزرعوا كل المساحات الكبيره دي اللي هي من المساحات المخصصه للقطن والمساحات بتاعت القمح، كلها زراعه قمح، وكان كارثه في مشروع الجزيره يعني، لانه المويه قطعت من كل المساحات يعني، انت ما عندك مويه كافيه للمحصولين في وقت واحد، وده عدم درايه يعني، ودي القرارات الارتجاليه الما محسوبه يعني، لغايه المويه الرابعه القمح المويه وقفت منه يعني، ما انتج خالص. دي كانت نقطة رئيسية في التدهور اللي حصل بعد ذاك للمشروع، الخسارات اللي تعرض لها المواطنين، إهمال الدولة من إنها تعوضهم، الناس بعدت من المزالة بتاعت القمح من الخسارة اللي تعرضوا لها هنا، اتفتح المجال للصناعة بتاعت طحن الدقيق بكل التكنولوجيا بتاعت المصانع الموجودة هسه، اتفتح السوق العالمي بكل الأقماح الجيدة فيه في السودان، المزارع بتاع الجزيرة أهمل تماما القمح في الفترة دي، خصوصا بعد الخسائر اللي تعرض لها، بقى الناس ما بتزرعه. أنا أفتكر إنه دي نقطة مهمة الناس لازم تقيف عندها للحال أن إحنا أسا بنعيشه من صفوف بتاعة خبز وأزمة طاحنة يعني في 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 توفره، وحتى الضغط بتشكله الفاتورة على وزارة المالية. يعني نحن من التسعينات إنتاجنا بتاع القمح كان في حوالي 950 ألف طن، استهلاكنا في الوقت ذاك كان حوالي 1050 طن، مليون وخمسين طن، يعني عجزنا كان حوالي 100 ألف طن، ده كل العجزنا إن إحنا موجود في الوقت ذاك. نحن الليلة استهلاكنا من القمح يتعدى 3 مليون طن في السنة، أغلبه من الاستيراد. يعني الفاتورة بتاعتنا بتاعت القمح حسب إحصائيات بنك السودان من المعلومة منهم إنه فاتورة القمح وصلت ما يفوق المليار دولار. طبعا ما يفوق المليار دولار للسنة الفاتت، أنا بتوقع إنه السنة دي الوضع يكون أسوأ، لأنه في الجزيرة يعني الموسم سيء للغاية، الانتاجية حتكون ضعيفة لدرجة، وأنا من هنا يمكن أنت تتابع معي، أنا ما بتوقع الانتاجية تكون كويسة على الإطلاق في مشروع الجزيرة السنة دي، وما بتوقع تفوق 400 ألف طن على أي حال، ما بتوقع تكون 400 ألف طن. وبرضو على مستوى الشمالية احنا زارع لنا زي 120 ألف فدان، يعني أنا ما بتوقع أنه دي ممكن تفوت 250 ألف طن بأي شكل من الأشكال. يعني لو جينا حسبنا التوتال ده في حدود 600 ألف طن، أنا بقول لك دي استهلاك بتاع 8 أسابيع، استهلاك بتاع 8 أسابيع بس في السنة، في من باقي السنة. باقي السنة وزارة المالية حكومة السودان محتاجة توفر الدولار الممكن نحن نستورد بيه. لو السنة الفاتة استوردنا بمليار ومئتين، السنة دي متوقع أنه نستورد بمليار 500، ولو السنة الفاتت عندنا صفوف بتاعت خبز السنة دي حتكون أطول، لأنه فيه إهمال تام للزراعة، فيه إهمال لكل ما قدمناه من رؤى واستراتيجيات في الأمن الغذائي وخفض التكلفة العالية والضغط عليه بنك السودان بالفاتورة العالية دي، فيه إهمال تام للزراعة بشكل عام. أنا ذكرت لك الحاجات دي كلها وكنت داري أقولها في النهاية، لكن أنت مسكتني في الحتة بتاعت التدهور بتاع مشروع الجزيرة. أنا أفتكر التدهور اللي حصل في التجربة بتاعت القمح الارتجالية العمل النظام البائد والخسارات اللي تعرضوا لها المزارعين في الوقت ده، هي دي أدت لأنه القمح ده في مشروع الجزيرة ما يكون عنده مستقبل، جعله التنافسية بتاعت القمح العالمي، يعني الدول دي كلها اللي احنا يعني استورد القمح بتاعها بتدعم مزارعها لأنه دايرة ينتج، لأنه دايرانا نحن نعتمد عليه، هو طبعا المزارع عندها أبعادة يعني فنحن مزارعنا ما قاعدين ندعمه، القمح المحلي نحن قاعد ندعمه، العالمي قاعد ندعمه، فالمحلي ده ما بينافس مع ذاك ولا حتى، لأنه إنتاجه ما زي إنتاج العالمي، ما ممكن تقارن إنتاج الجزيرة بإنتاج أستراليا وكندا وأمريكا، إنتاجيتنا ضعيفة لأنه نحن بنضغط في محصول في جو مختلف عن الأجواء ديك يعني،
لكن مضطرين نزرعه. وأنا بقول إن إحنا مضطرين نتعامل مع القمح، دايرنا نرجع الناس للذرة والخبز والحاجات دي، لكن مضطرين ننتج ونطور بحوثنا في القمح. أنا جاء أنا ففترة التزعينات دي المشكلة إن إحنا عايشين ناسا بدت هناك، عشان الناس تتريس باك وين المشكلة يعني بدت من وين. طبعا الحته بتاعت القمح والتكنولوجيا بتاعت دي يعني نحن دي جايينا يعني لسه عندنا وقت لسه الوقت معاك يعني. طيب طلعت من السودان وخليت كل شيء وحواشتك والمسلميه وذكريات جامعه خرطوم وذكريات حنطوم، مشيت القاهره. نعم قعدت فيها كم القاهره لحد ما تمشي استراليا؟ أنا قعدت حوالي سنتين ونص في مصر، لكن برضو زي ما ذكرت لك كل التجارب اللي قبل كده أنا حاولت أستفيد منها هنا برضو. يعني قبل بديت لك في حنتوب أنت بتقدر تعمل أي حاجة، كم حاجة مع بعض، يعني المالتي تاسكين ده لغاية الساعة دي واحدة من السكيلز بتاعت كل الأشياء دي. يعني انا كنت قادر اشارك في 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 في, في النشاطات او احضر، باعتبار انه انا ما منظم سياسيا ولا بنتمي لوحده من الاحزاب دي. تعاملهم معك بيكون شويه حذر لما يتاكدوا من الحاجات كلها، بيكونوا هم دارين انك تتنظم معاهم. يعني يا بيرجعوا ثاني لحتتي انك انت لو مشكله تعرضنا لاشكال زي ده، يعني تعرضنا لاشكال في انه احنا ما منظمين لكن وطنيين، ده نعارض. هم بيفتكروا لا انه انت عشان تعارض انت المفروض تكون في واحد من الاحزاب السياسيه الموجوده دي يعني. لكن كنا قادرين نحضر كل النشاطات، كل الندوات اللي بتقام، كنا قادرين نكون قريب جدا، لكن ما كنا في امان. يعني اذا كان كنا في السودان تحت البطش بتاع النظام البايد، انت هناك قد تكون معرض لخطر برضو، يعني لأنه مازالت إنه يعني أنت ما منظم والناس ما واثقة فيك، دي كانت مشكلة شوية. بعد ذلك قدرت أعمل يعني حاجات كويسة. يعني أنا كنت شغال في مجالي برضو، قدرت لقيت شغل في مجالي اللي هي شركة مطاحن السادات اللي شغالين برضو مجال القمح والغلال وطحنه. وفي نفس الوقت كنت بدرس ألماني. طبعا في السودان دي الحتة اللي ما ذكرتها لك انه بديت أدرس ألماني برضه. لما جيت حسبت الحساب ده بتاع انك انت داير تطلع لدولة متقدمة وتجيب علم كويس على الأقل داك ممكن تفيد بيه البلد في الوقت ده، يعني استثمر الوقت ده. فدرست ألماني وكان عندي مراسلات مع جامعة في ألمانيا لما جيت مصر برضو بديت في نفس الخط ده. يعني بديت واصلت في اللغة والدراسة بتاعتها، بديت في تواصلي مع الجامعات الألمانية برضو، وكان في ناس كثيرين يعني بساعدوني، ناس درسوا في ألمانيا يعني ربنا يطرعون بالخير، وأستاذنا الشمس الدين طول بيت واسم من قيادات العمل السياسي في الحرية والتغيير، لكن ساعدني كثير جداً في أشياء كثيرة في الفترة ديك يعني. وفي ناس لهم علينا أفضال كثيرة جدا يعني في الفترة ديك، يعني تجربة بتاعت مصر وما عندك تنظيم سياسي ومفروض تكون وسط الناس وشايل هم البلد، في ناس وجهون وفي ناس ساعدون وفي ناس حتى وفروا لنا الحماية يعني، وقدروا يتواصلوا مع القيادات بتاعت العمل السياسي إنه الشباب ده ما منظمين لكن يعني معارضين للنظام. كانت فترة برضو مهمة جدا، لأنه أنا على المستوى المهني كنت شغال مهندس في المعمل بتاع تحاليل أبحاث القمح في المصنع اللي أنا شغال فيه، وبنتعامل مع القمح هو مطحن. مشيت دورة تدريبية برضو في مركز أبحاث الأغذية في مصر اللي هو تكنولوجيا الغلال، درستها بعثتني الشركة. وعلى المستوى بتاع ألمانيا مواصل يعني، واصلت في الألماني وكذا. بعد ذاك اتقبلت ببرنامج اللجوء السياسي لأستراليا، وكان عندي فرصة إنه أمشي ألمانيا أحضر يعني جا القبول بتاعي حتى حاجة كلها مرتبة يعني، وكان عندي فرصة أمشي كندا، وكان عندي فرصة أمشي الدول الاسكندنافية
في الوقت ذاك، لكن اخترت استراليا، اخترت استراليا ولسبب. يعني انا قابلت خبراء استراليين في مصر شغالين في مجال القمح، وقدرت يعني اشرح لهم انا داير شنو من المسائل بتاع التحضير، مسائل الزراعه دي، وانه دي رغبتي تحت الزراعه دي. هم بيقولوا لي طالما دي يعني دي الحاجه اللي انت دايرها، استراليا احسن دوله يعني انت تمشي لها في مجال الزراعه ده يعني، والحاجات سهله غير امريكا غير كندا. فلما جيت استراليا برضو جيت على الرغبه، يعني الرغبه اللي هي برضو موضوع الزراعه ده وما فيه يعني، ده جابني يعني. والمثل زي ما قلت لك، انا من جيت السودان هناك ترتبت بشكل كويس. يعني انت محتاج تبني نفسك كيف يعني، على سنه تكون برضو تكون مواطن صالح تقديم السودان ده بشكل جيد يعني. ممكن اقعد في المسلميه واموري كلها تكون كويسه يعني، لكن هل ده الشكل الامثل لانه انا ابني بيه بلدي او اساعده؟ الاجابه بالنسبه لي كانت لا، انك انت تسافر وتتسلح بعلم، تتسلح بمعرفه، وتكون في وضع افضل انك تقدم للبلد. نعم. طيب جميل جدا يعني يا سيدي، رحله يعني جميله يعني، المسلميه، حمتوم، جامعه الخرطوم، بعدك رجعت بقيت مزارع، بعدك طلعت القاهره اشتغلت في اللي هي مطاحن السادات للغلال، ولقيت الاستراليين وهم فتحوا او الدوك دايمنشن انك انت تسافر في استراليا، مشيت استراليا. هل طوالي بديت شغل، بديت دراسة، ولا كنت مفروض تنتظر إجراءات معينة لحد ما تبدأ؟ طيب أنا بالنسبة لي بس أرجع بيك ولا شوية، وأنا طالع من السودان حصدت محصولي بتاع السنة، حصدته تماما، وما يعني في الموسم انت زول الجزيرة، أغلب المزارعين اللي كانوا قادرين يمولوا زراعتهم ما بيبيعوا طوالي، بس بيخزنوا وبينتظروا لغايه ما السعر يتصلح صح، الا تكون محتاج. فانا كنت قادر يعني، يعني زراعتي مولتها انه بشتغل في السوق وبشتغل زراعه، وقدرت امول وحصدت محصولي وجبته قاعد وسافرت خليته. اصله ما كان الفكره بالنسبه لي انه ده محصول كبير ولا دي قروش كويسه وقادر انك انت تبني بيها حاجه. كنت عارف المحصول بتاعي لسه قدام، ما خليته هناك ده. لما جيت الفترة بتاعت القاهرة، هي الفترة بتاعت القاهرة فترة برضو بتاعت إنك تزرع أو ترتب الحاجات عشان تحصد لقدام. لكن لما جيت أستراليا كنت عارف محصولي اللي خليته في السودان والما قدرت أحصده في مصر ده وقت حصاده هنا في البلد دي على كافة الأصعدة. يعني لو كان أكاديميا، لو كان يعني حتى على المستوى بتاع إنك يعني تشتغل في شركات كبيرة أو تحضر في أحسن الجامعات أو يكون يعني تبني روحك اقتصاديا أو تساعد أسرتك بشكل كبير أو تغير واقع ناس كتار حولك. بالنسبة لي زي ما قلت لك، هنا كنت أفتكر أنه ده وقت الحصاد، ما المحصول اللي خليته هناك ده. الغريبة لغاية هسه ما سألت منه باعوه بكم ولا بشنو، لكن أتأكد أنها قروش كثيرة. ده بجيو تاني. لما جيت أستراليا بنفس الفهم ده، يعني من الحاجات العجيبة كنت فتشت يا جامعة أحسن في المزلة بتاعت الزراعة دي، ومشيت للجامعة دي. وأنا في مصر الأستراليين الجدل يعني خبراء وفيهم كنديين، يعني الشركة كنت شغال فيها كان بيجيب خبراء عالميين، يعني أنا يعني ممكن استفدت منهم كثير جدا جدا، فبشيل منه الريكومنديشنز ليترز، يعني بنشتغل معاهم في بعض في بروجكت، وبقول له يا اخي كده وثق لي الكلام ده في ريكومنديشن، رايك شنو فيني وفي ريكومنديشن ليترز. لما جيت الجامعه هنا جيت بعد اسبوعين بس من وصولي استراليا، كنت بفتش في درب الجامعه وين. وبعد اسبوعين من وصولي كنت مع المشرف السوبرفايزر بتاعي اللي هو بعد ذاك اشرف على الماجستير والدكتوراه بتاعتي، فقعدت معاه. يمكن دي نقطة مهمة، أنا هنا دارس كل بيع حاجة قد تفيد الناس الماشيين في المجال ده، يعني عشان بس أشارك التجربة بتاعتي بشكلها. وأنا قاعد معاه اللي هو بعد أسبوعين من وصولي أستراليا، أي شيء غريب يعني، الأكسنت بتاع الناس دي الغريب، البلد غريبة، يعني النظام يعني
حاجة مختلفة، تطور عجيب يعني. كان يعني الواحد كان قادر يشوف كل الحاجات دي وعارف انه كل الاشياء دي المفروض تتعامل معاه بشكل جيد يعني. لكن في نفس الوقت كان بسرعة جدا مهم عندي انا امشي الجامعة. مشيت الجامعة قابلت المشرف، اتكلمت معه انه انا عندي بكالوريوس، وريته الشهادات وريته درجاتي وريته بعد ذاك عندي خبرة عملية وكده وانا دار اعمل ماجستير. فقال لي كويس يعني، دي حاجات كويسة جدا جدا وكده. بالإضافة لكده قمت طلعت له الريكومنديشنز المعاي كلها يعني، الناس عزتنا في الجامعة من الناس اللي اشتغلت معهم. واحد من الريكومنديشنز يعني زميل المشرف ده في سيدني يونيفرسيتي، في جامعة سيدني، زميل ودرسوا سوا. وأي واحد مشى مجال تاني يعني، ده مشى المجال بتاع القمح وده مشى المجال بتاع الجامعة وكده، لكن زملاء. فوريته يعني، وريته انه ده ريكومنديشن، انا اشتغلت مع الاستراليين هناك، وريته التجربه بتاعتنا يعني مع القمح الاسترالي وكده. فقام قال لي انت اشتغلت مع الزول ده؟ قلت له خد الورقه قدامك يعني. قال لي اذا كان الزول ده رايه فيك كده انت ما تبدا ماجستير، انت اوريدي عندك اونرز، انا تخرجت بدرجه الشرف اللي هو 5 سنة، عندك خبره عمليه، فتبدا دكتوراه طوالي. قلت له لا انت ما محتاج. قلت له لا انا داير ابدا. هو بيفتكر انه بالخبره العمليه دي وانت وصلت الحد ده من الشيء العملي مع كل الرجل الزميل ده بالريكومنديشن ده انت ما محتاج ماستر، تخش طوالي لانك عندك اونرز. هنا كثير جدا منهم انت عارف كويس انه هم يعني مرات ممكن ما يعملوا ماجستير لو عنده اونرز ويخش البي اتش دي طوالي او حتى الماستر يمشي. فانا بالنسبه لي داير اوريك اللي انا رفضته انه امشي البي اتش دي وابدا من حته الماجستير. غيرت الوضع طبعا، بياخد دكتور انت زي ما عارف يعني، بتشوف المعامل بتاعتهم فيها شنو. في الاول يعني لففني كويس جدا في الكامبس، المعامل، الاجهزه، المعدات، الغاعات، وجينا قعدنا للكلام ده. انا من لفتي معاه دي زادت من الساعه، قدرت اغيم منه المستوى الموجود هنا ده مختلف عن المستوى اللي انا جيت فيه هناك. في 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 جاب كبير جدا يعني. الاجهزه دي انا بزعله بقول لي الجهاز ده شنو، بقول لي ده كده 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 كده، بقدر بتكلم له عنه على المستوى النظري، لكن على العملي ما عندنا يعني. مثلا ممكن تكون شفته في كتاب، قدرت اعرف انه في هو في هو، او انا درست حاجه نظريه اكثر من انه عمليه زي الـ يعني state of the art equipment. فكنت لازم ادي نفسي فرصه او وقت كافي في انه اعرف الاجهزه دي، اردم اللي هو انا ما ادري اقول لك احنا درسنا history بتاع science، لكن درسنا حاجه اقرب للنظري، والاجهزه دي ما في، واعداد الناس دي ما زي ذاك. انا انتبهت للحته دي لانه انا كنت داير علم حقيقي، ما كنت داير شهاده بس، كنت داير علم حقيقي يعني. لكن كان عندي فرصه بتاعتي انه طوالي ابدا بي اتش دي في 4 سنة اسلم اليوم يعني في نفس المجال. الفتره بتاعت الماجستير يعني كانت مهمه في انه انا اردم الهوا دي يعني، اتدرب على هذه الاجهزه، طريقه استخدامها، ويعني كل الشيء النظري الحوله. فقدرت اخذ نفسي في وضع يعني كويس، لو ما قدر الناس اللوكالز اكثر منهم شويه يعني. الناس درسوا في الحاجات دي في الـ في الـ في الاندر جرادويت يعني، انا ما في حاجات كثيره ما شفتها في الاندر جرادويت، فقدرت اساوي روحي معاهم. انا افتكر انه دي مهمه يعني لطلبتنا اللي لسه بيسمعونا او الناس الدايره تطلع. في سؤال مهم، انت داير شهاده ولا داير علم حقيقي؟ تشوف نقاط الضعف اللي عندك وين يعني، وتشوف كيف بتقدر يعني تجود يعني إمكانياتك في الحتة دي عشان ترفع أداك، لأنه ده بينعكس على بقية شهاداتك، فهمك يعني، تشوف ناقصك شنو من أي شيء بيزك يعني، عرفتها؟ فتقوم تسويه. والحاجة دي قد لا تكون بس في مجالك الضيق أو تخصصك كإكويبمنت ومعدات وأجهزة ودراسة، قد تكون معرفة بالكمبيوتر، قد تكون معرفة بلغة، قد تكون معرفة بحاجات تانية كثيرة جدا يعني. فبديت بعد ذاك الماجستير
كانت فترة صعبة برضو جدا جدا، لكن الحمد لله يعني جودت الأداء بتاعي فيه. طوالي بعد الماجستير أدوني سكولرشيب لدراسة الدكتوراه طوالي، لكن بعد أسبوعين من جيتي أنا لأستراليا أنا كنت بديت الماجستير، وبعده طوالي أخذت المنحة بتاعت الدكتوراه، لأنه حتى يعني كنت واضح في الأشياء بتاعتي، يعني أنا داير تكنولوجيا داير علم، كنت واضح يعني لو داير قروش محصولي ده كان بكفي يعني، وفي السودان كنت ما اقتصاديا قادر أبني روحي يعني. فهنا لما جيت كنت عارف إنه يعني أنا داير أعرف أي شيء. بعدين حوريك إنه الحاجة دي كان أثر شنو في حياتي العملية لما جيت اتوظفتها. بعد خلصت الماجستير كنت يعني بفكر في حاجة مهمة، يعني أنا لو بديت الدكتوراه بتاعتي البي اتش دي هتكون سنتين ماجستير، أربعة سنة دكتوراه لغاية ما تاخد شهادتك وتتخرج، خمسة كلها سبعة سنة. هل أنا بقدر سبعة سنة أكون بعيد عن الحياة العملية؟ وجربت الحياة العملية في جمهورية مصر، يعني زي ما بقول لك أنا في مجالي المهني، وبشكر يعني المالكين المصانع دي، ويعني ناس مميزين من أميز الناس اللي أنا مرت بهم في حياتي، يعني أخلاق عالية وناس حقيقي بيحبوا يشوفوا سوداني ناجح يعني غير مصالحهم الشخصية يعني. فمن المغام ده يعني التحية لهم، يعني ساعدوني كثير جدا في أنه أنا أقدر بكل الخبرة دي أجي هنا، كانت مغيمة حتى للأستراليين يعني. من هنا دي حتة برضو أتمنى أنه الناس يجي يستفيدوا منها. جيت قعدت أحسب أنه سبعة سنة أنا حقعد بدون شغل بيكون في مشكلة. لما تجي بشهادة بتاع الدكتوراه وإنت ما عندك غير الخبرة العملية الأولى اللي كانت في مصر وما عندك خبرة في أستراليا، بتبقى مشكلة لأي زول يقوم يديك وظيفة باعتبار أنه بنظر لك هايلي كواليفايد لكن ما عندك الهاندسون إكسبيريانس والله السكيلز بتاعت. فكان بتكون ليه في مشكلة في مزالة التوظيف. ناقشت المزالة دي مع السوبرفايزر بتاعي وعملت يعني أزور الجزيرة نجيط بعمل الهوم ورك بتاعي، ما قاعد أخلي الحاجات أصلاً ساي يعني، بحسبها كويس وبفتش لو في حاجة دار الريسيرش أو الريسيرجت يعني. ما قعدت معه ويعني بعد ذاك ناقشت مع المزالة قال لي صحيح ده بيحصل. فالمهم بعد ذاك ناقشت مع كم زول مع كم ناس مثلا ما يعني ما فضلوا انهم ما يمشوا بالبيت دي عندهم شغل، وصلت لحاجه مختلفه تماما عن كل الحاصل ده يعني. في اللي بيخلي الدراسه بيمشي الشغل، في اللي بيخلي الشغل بيبقى على الدراسه. انا جيت بحاجه مختلفه، انا قررت اكون بدرس وشغال الاثنين ومش شغال شغل ساي يعني. في البلاد الغربيه كلها ممكن تشتغل اي شغل يدخل لك اي قروش انت دايره، لكن انا كنت داير شغل يضيف لي في مجالي، داير شغل في مجالي شغل بشهادتي تحت الماجستير. فجيت قعدت مع السوبرفايزر بتاعي ووضحت له يعني انه انا ده قراري كده، انا حواصل في الدكتوراه وفي نفس الوقت حكون شغال. فبقول لي القصه دي صعبه، قلت له يا اخي القصه دي انا بقدر عليها يعني. وحقيقي يعني المره انا في الجزيره أنا أفتكر إنه يعني كان له أثر كبير جدا في إنه أنا أسوي اللي بسوي فيه ده. يعني إحنا في الجزيرة بنتعب، أنت بتصلي الصبح بتمشي الزراعة يعني، ممكن تيجي تقعد في السوق تمشي ثاني الزراعة بالمساء، ممكن يكون عندكم بقر تكون موضوعك يعني، دي الحياة دي كلها ده جوي أنا يعني. فبتنضغط صراحة يعني في السودان، بتنضغط ضغط يعني ما وشي كويس يعني. أنا كنت حتى ضغطي في السودان أنا كنت دائماً يعني لأي زول بيشفق علي في إنه يتهالك روحك، أنا بقول له مهم جداً إنك تعرف الليميت بتاع روحك قدر شنو أنت ممكن تنضغط قدر شنو. من الكتب الجميلة والناس الساعدوني يعني كتاب اسمه ساحر الصحراء يعني، يعني الرجل ربنا يتربى الخير يعني رجل عظيم يعني من القيادات الآن يعني. كان أداني الكتاب
على اساس انه ما انكسر في تجربه الظاهر واكون زول قوي يعني، لكن في نفس الوقت بيقول لك انك تعرف حدود القوه دي وين يعني وكيف يعني، على اساس انه ما رجعت لك تاني للجزيره والتعب والضغط والحياه تحت الشده والقوه اللي عشناه كيف اثرت هنا. السوبرفايزر بتاعي كان قلقاني انه انا ما اقدر اوفق بيناتهم الاثنين، وانا بالتجربه الزمان كنت واثق تماما انه المزاله دي بتبقى. بديتهم الاثنين، واول وظيفه لي كانت في استراليا، هي كان وظيفتي في مجلس القمح الاسترالي المعامل المركزيه لاستراليا ويد بورد. قدمت للوظيفه واخذت الوظيفه وانا بعمل في الدكتوراه، كنت شغال فيها. بالنسبة لأي يعني زول في المجموعة بتاعتنا بتاعت الباحثين مع السوبرفايزر ده، الوظيفة دي بالنسبة له كانت حلم يعني. مش معلش يا دكتور، أنا أديك بس بريك شوية. دار دخل دكتور أنور. دكتور أنور اتفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام دكتور. الأحبة يا أخي الله يديكم الصحة والعافية إن شاء الله. والله يعني مستمتع جدا بالسرد. يعطيك العافيه دكتور محمد احمد. الله يكرمك يا دكتور انور. والله يكون نتطلع انه نشوفك في التشكيل الوزاري صراحه يعني. والله كان املنا نخدم البلد يا اخي. ان شاء الله كلنا يعني هو بنخدم من بر الوزاره، وان شاء الله ربنا يوفق كتر خيرك يعني. والله مستمتع جدا بالسرد يعني. الله يكرمك يا دكتور. طيب انا عندي حاجه لها علاقه بالسودانيين في استراليا بصوره عامه. هل يعني في عدد كبير جدا منهم، وكيف الطريقه بتاعت الوصول بالنسبه للشباب الاسي بيكونوا ساعين للجامعات ودراسات عليا في استراليا وكده؟ تفضل. طيب في سودانيين كثيرين يعني. يعني الهجره لاستراليا يمكن بدت قبل جيتنا هنا، احنا جينا نهايه التسعينات اوائل الألفين، دي الهجره الكبيره يعني. الناس اللي جوا عن طريق اللجوء والناس المعارضة. بعد ذاك الطرق اللي بيجوا بها الناس يعني تعددت وبقت كثيرة. أقرب طريق وأسهل طريق بتاع السكيل مايجريشن، اللي هو الهجرة بتاعت الخبرات. يعني أنت بتكون شغال في الخليج، بتكون شغال في دولة وهم عندهم يعني حتات محددة دايرين فيها ناس كفاءات تجي، فبيتقدموا وبتجي الكفاءات دي بتجي هنا. الطريق الثاني اللي بيجي اللي هو الطريق بتاع الدراسات العليا. طبعا في طريق بتاع الدراسات الاندرجراد برضو بيجوا، الدراسات الجامعية العادية بيجوا، بس بتبقى صعبة يعني. بتبقى صعوبتها في انه اول حاجة الرسوم الدراسية عالية جدا لأستراليا، لانه فيها تعليم جيد جدا. الناس اللوكلز بتقرا بنظام بتاع انه الحكومه بتدفع لك وبعد تشتغل في مجالك انك بتجي تدفع من الضرائب بتاعتك. ممكن الطالب يجي لدراسات يعني قبل العليا، بتواجهك المشكله بتاعت الفيزا برضو، دي قد تكون واحده من المشاكل. لكن في النهايه لو عندك مغدره ماليه وعندك زول هنا بتجي تدرس هنا. أنا كنت مزول الشباب في الجالية السودانية في ملبورن، ونظمنا يوم التعليم. كنا حريصين إنه أي زول لقى الفرصة بتاعت إنه يهاجر ويجي أستراليا إنه يخش في مجال التعليم ده، باعتبار إنه البلد في لحظة بتستفيد منه. كان يوم جيد جدا. أسس في تواصل مع مجموعة من الطلبة، خصوصا المهندسين اللي بيجوا من ماليزيا. البلد دائرة مهندسين هنا أستراليا برضو، فتحلون الفرصة بتاعت إنه الزول يجي هنا، ولو وفق أوضاعه بيقدر يقعد. ديل برضو يعني أنا أفتكر إنه مفروض نشتغل شغل منظم نساعدهم في إنهم كيف يلقوا وظائف. يعني بالنتورك بتاعنا مهما يكون هنا، لما يكون في زول بيعمل لك يعني الريفيري بتاعك بيكون مهم. أنا ما أدري أقول لك حتة واسطة، لكن حتة طمانينة للشركة اللي أنت ماشي على إنه في زول يعني قادر يزكي الزول ده يعني. فأفتكر في شغل مفروض يعني نقدر نسويه في إنه كيف نساعد الناس ديل
ونعمل ورشة عن كيف إنه يكون التجربة دي فيها فائدة كبيرة بالنسبة لهم. الحتة بتاعت السكيلز مايجريشن برضو مهمة، بعد الزول يجي هنا ويرتب أوضاعه برضو ممكن يخش في المسألة بتاعت القراية، أو حتى الناس الموجودين بعد ذاك يستفيدوا من الحتة بتاعت التعليم دي، لأنه يعني أنا لو جيت قلت لك يعني كمية الدراسة بتاعتي هنا في أستراليا التكلفة بتاعتها لو جينا غارناها بطالب سعودي يعني درس كل الحاجات اللي أنا درستها هنا، هتجي إنه التكلفة تلقاها تقارب المليون دولار. يعني دي أنت الدولة ما بتقدر تبعتك على سنه تقرأ بكل المبالغ دي وتصرف عليك يعني وتدفع للجامعة، يعني تكلفتك في تحت الجامعة قد تصل لأربعين ألف دولار في سمستر، في سمستر من الكيميكالز اللي بتشتغل بيها، من الكتب، من الكونفرنسز اللي انت بتمشيها يعني. فالتيوتيشن فيز عالية برضو، لكن جودة بتاع التعليم. السعوديين بيبتعثوا طلبتهم كثير جدا هنا، يعني هو البرنامج بتاع الابتعاث بتاعهم ده بتاع احلال الوظائف وكده، لكن احنا في وضع احسن في انه يعني نقدر نفتح هجرة منظمة او نفتح طريق عن طريق المبادرة دي في انه نسهل وصول السودانيين لاستراليا وللجامعات الاسترالية، لان اي زول احنا بيجي هنا وبيحضر البلد حتستفيد منه في لحظة من اللحظات، وفيهم كثير اللي بيرجع. يعني انا واحد من الناس امنيتي ارجع السودان يعني تحت اي وظيفة، لانه المسألة بالنسبة لي ما كانت شخصية الهجرة من بداياتها، يعني هجرة من اجل الوطن يعني. وشاكر ليك انت زي ما ذكرت قبل شويه كنت دارت شفتك في الوزاره، لكن احنا دارنا شفنا احنا في اي موقع بس بنساعد البلد دي، بس الناس يدونا معهم فرصه. نحن الواحد ما طلع لما طلع ده كله ما عشان الزول هو شخصيا، ولا لو عشان شخصيا بيفكر مجرد التفكير انه يرجع السودان. المساله مربوطه بالبلد، والسودان وطننا، واستراليا ولا كل الغرب ما بتبقى لنا وطن، وطننا اللي خلينا هناك المسلميه وده، بس كيف يدونا فرصة نحن نساهم نبني معاهم البلد دي. في نقطة مهمة أنا داير أذكرها ويمكن اتناقشتها معاك أخي ياسين فيها قبل كده، في جزء كبير من الناس في السودان أو الناس اللي موقع القرار الآن بيقول لك يا أخي الناس البرديل وما عارفين الواقع وتجربتهم والكلام ده، هذا كلام يعني ما عنده أي أساس من الصحة. يا أخي أنا بكون قاعد هنا، يعني يمكن الناس شافوا السي في بتاعتي، مجموعة الموضوعات اللي أنا تكلمت معها من قضايا عن قضايا الزراعة في السودان ما في ولا زولة جوا ذاته متابعة خالص. الموسم بتاع العطش ده 1570 ترعة بتاعت مشروع الجزيرة ده، فيه 540 ترعة ما وصلت الموية في موسم العطش اللي لسه قبل كم أسابيع ده، أنا متابعين ترعة عارفة يا توي يا تا. بيكون عارف الفتريتة الليلة في سوق المدينة عرب كم، ولا في غرفة القضارف السمسم بكم، بنكون عارفين الكلام ده كله، بنكون عارفين تأثير المطر على الحشائش في النيل الأزرق والصور بيجي كل شيء متابعينه، لأنه دي بلدنا. ولما نتأهل هنا بنتأهل على سنو التكنولوجيا دي نجيبها نقولها هناك، فبالضرورة بنكون عارفين هناك وبنكون متابعينه أكثر من الناس الحاصلين في السودان. قبل أنا لما تكلمت لك عن أزمة الغذاء وأنا مهتم جداً بالأمن الغذائي، بفتكر إن إحنا مواجهين بمشكلة كبيرة غذائية في الفترة الجاية، لأنه متابعين وراصدين الواقع تبي تفاصيله يعني، وبنمشي السودان. يعني أنا في سنة يعني الثورة جيت يوم 30/3 حضرت 6 أبريل في الغيادة، ومن أوائل الناس اللي كنا موجودين يعني. وفي السنة دي كان جيت 5 مرات السودان، وأسا قبل اللايف بتاعنا بتاع العرض ما في استراتيجية الزراعة كنت قاعد في السودان 3 شهور، ما مفصولين من الواقع ده خالص. لكن في نقطة مهمة دانا نبهها اليوم هسه هنا موجودين، السودان بكل الإشكالات الموجودة فيه دي، لأي زول بيفكر إنه يشيله من النقطة ألف للنقطة باء. النقطة ألف الوضع اللي إحنا فيه ده بكل مواردنا الزراعية، نحنا بنستورد قمح وشغالين على الحبات والمعونات، دايرين نطور. نحن في 30 سنة الفاتت دي كوادرنا الفنية على كافة المستويات بقت مفصولة تماما من التقدم التغني اللي حصل في العالم.
يمكن دكتور انور معانا متابع، في ساينتفك بيبرز ما تقدر السودان تصلها، تكنولوجيا محدده ما تقدر تصلها، البرامج بتاعتنا بتاعت الابتعاث بتاعت الجامعات او مراكز البحوث للدول الغربيه دي عشان التحضير قلت لدرجه انها انتهت. وزي ما ذكرت لك هي مكلفه كثير، يعني انا ما كلفت الدوله ولا قرش ولا كلفت اهلي، لكن مبالغ ماليه كبيره جدا. يلا انت لازم الناس دي تستوعبوا، انت عشان تسوق الناس من النقطه الف لنقطه باء انت داير زول في النقطه بدي عرف الناس دي وصلوا لها كيف، لانه نحن ما ننتج تكنولوجيا في السودان. يلا بالضروره انت داير كل الخبراء السودانيين البرا وما شاء الله يعني الناس الموجودين في مبادره الباحثين اللي هم عارفين العالم ده وصل وين وصل كيف، يجوا يساعدوك مع كوادرك الجوه دين بمتابعتهم للحاصل على اساس انه يقدر يسوق الوطن ده من النقطه الف للنقطه باء. يمكن دكتور انور برضه معانا اخي دكتور ياسين، وجزء كبير جدا منكم شافوا في الرؤيه الاستراتيجيه بتاعتنا نحن كيف طرحنا برنامج، لانه هسه عندنا صفوف بتاع خبز وعندنا مليار و200 قاعد تدفع لفاتوره الخبز. كيف طرحنا رؤيه استراتيجيه للامن الغذائي باننا نصل المرحله بتاعت الاكتفاء الذاتي كلها من برنامج تغني بتاع تحسين الفرايتيز بتاع زياده المساحات المناطق وين استخدام الطاقه الشمسيه استخدام المياه الجوفيه زياده انتاجيه الذره خفض التكلفه بتاعتها السياسات المطلوبه شنو من الدوله كله برنامج واضح مدروس تماما. لانه كيف نسوق الناس من النقطه الف بتاعت صفوف الخبز ومليار و200 ممكن انت تشتري به دواء ممكن تجيب به بنزين ممكن تحل به حاجه ثانيه يعني ممكن يكفيك شغل تمشي تدين من 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 البنك الدولي ما في زول قاعد يسمع. لكن بالضروره انت داير الناس البردين لانه عرفوا مكتبة تجيب لك زول من جوا ما هو قاعد في النقطه الف دي ما عارف المكتبة دي يصلوها كيف ولا هي ذاته في شنو بهناك يعني حجف حيخطه حيكون لك اداري للوضع الموجود لانه ما عنده ما عارف الحال العالم ده وصل قدر شنو كيف عشان نقول لك ليه انت هنا محتاج الخبر السودانيين. وتاني انا بكرر ليه أسد يعني الليلة دي لأي حاجة تفيد البلد بكرة برجع السودان لأنه هو ده اللي بيبقى وطني عرفتها؟ يعني الكلام بالنسبة لنا واضح زي ما قال وطني ولا ملي بطني سكاتي ولا الكلام الني. المزألة بالنسبة لنا مزألة بتاعت وطن ما طلعنا عشان روحنا كان طلعنا عشان روحنا نكون قاعدين وسط هنا خالص. مسألة بتاعتنا طلعنا وتهجرنا والإنغاز دي زي ما الناس الموجودين ديل في السودان ضيقتهم هم موجودين نحن شردتنا جزء من الإصلاح. أنا أفتكر لسه يتم بقول الحكومة دي يا أخي جيب الناس في معسكرات النازحين وامشي زورنا في دارفور، لكن كمان في نفس الوقت يعني زول دي الناس اللي قاعدين في آخر البلد في أستراليا بيحلموا بأنه يجوا يبنوا معاك في الوطن وعارفين يسوقوك من ألف لبكير جيبوا الراجعين يعني دي العقول اللي حتبني. انا شفت ناس كتار جدا مميزين في مبادره الباحثين وفي سودان نكس جين وفي كل الاشياء دي وبنشوف النشاط الموجود في الاجسام دي، لكن ما بتشوف عايد حقيقي للسودان هناك. الناس عارفه المشاكل عارفه الحلول عارفه اي شيء، لكن الحكومه هناك ما عندها اذن بتسمع خالص ولا مستفيده من كل الحراك التام هنا ده خالص في وادي ثاني، لانه ما عارفين الناس اللي بيتكلم عن حاجه انه هو العالم اصلا وصل لها كيف او المشاكل شو. نعم فيلا مهم جدا انه الناس يعرفوا انت محتاج الكوادر السودانيه البرة دي تجي. ما لم تجي الكوادر السودانيه ما بيحصل تغيير لغايه الساعه عشان ما يغشونا. ما في حكومه بتاعت التكنوقراط جات، يعني احنا بنعرف التكنوقراط البرة في كل المجالات شنو وما شفناهم في موقع قرار وعارفين امكانياتهم غيروا بها واقع دول قادرين يغيروا الواقع بتاع السودان. لكن قبل أمشي من الحتة دي درجة عليك بس لحتة، أنا طول الفترة بتاعتي بتاعت الدراسة ما وقفت الدراسة عشان أمشي الشغل، يعني الناس دي الطلبة وده كان حاجة فخور بها جدا وكنت بحكي لأهلي يعني الطلبة دي ما شالوا سنتهم كل سمستر ومشوا على الجامعة قبلوا على الجامعة أنا ما قبلت معهم ما في يوم يعني شالوا حاجاتهم ماشيين الجامعات أنا طوالي معهم يعني ما في سمستر فاتني. وفي نفس الوقت ما قعدت يوم بدون شغل ضغطت روحي يعني يمكن أنا 3 سنة بشتغل بالليل على سنة أقدر الصباح أمشي الجامعة يعني بنوم بالعصر بنوم من 5 ل 11
الساعه 12 بالليل ببدا الشغل، 7 بخلص، 9 بكون في الجامعه. حتى لما جيت يعني الشغل بقيت ابدا بدري، اخلص 1 2 بعد تقدمت في برنامج الدكتوره، بقيت قادر اشتغل في كل تجاربي بلاي. ببدا شغلي عادي يعني 4 صباحا، بخلص 2 ظهور مثلا، بمشي الجامعه لو داير لي حاجه من الكيميكال ستور، لو داير اقابل السوبرفايزر بتاعي، وبجر عليه 12 واحدة وبمشي بنوم ساعتين، بصحى بصلي الصبح حاضر بمشي. عندنا في الجزيره بقول لك الزول ده زول مشهد، زول الزول اللي عنده مشهد ما فيك مشهده. انا شفت دي ما فكيت مشهدي لحاجه، يعني ما جو مجموعه انا شايل شنطتي ماشي الجامعه وعندي شغل، هم ماشيين يساهروا والله ماشيين حاجه، انا فكيت درب الجامعه مشيت معهم اصلا، ولا ناس ماشيين حته ثانيه انا فكيت دربي بتاع العمل يعني الحاجات. لانه عندنا وطن دايرين نبنيه، عندنا وطن دايرين نبنيه، لازم نسلح بكل الحاجات، وحيجي يوم نستفيد من كل الاشياء دي نمشي. فايست يمكن دي جابنا لي الرد عليه اخونا. بس يعني انا بتمنى انه كل الشباب يعني يسال معانا في الزوم او في الـ في الـ في الـ في الفيسبوك، يعني الرسائل دي يا جماعه حاولوا يعني انشروها في جروباتكم، انشروها. انا ما اقدر اقول الشير بتاع الناس السياسيين وكذا، لا، لكن دي حاجه الشير هنا مهم جدا جدا، لانه دكتور محمد احمد عمر يا جماعه تطرق لحاجه مهمه جدا، انه اللي هي مبادره انه الناس تمشي تدرس هناك، وده الصميم بتاع جروب مبادره الباحثين. يعني احنا ده الشغل بتاعنا اصلا يعني في الحته دي، انه دايرين الناس تستفيد علميا عشان بعدين تجي ترجع يعني تنمي بلده. يعني فالدكتور محمد احمد عمر يا جماعه تكلم كلام واضح جدا جدا، وهو زول مشهاد يعني، وانا فهمت انه كلمه مشهاد قاصد بها شنو تماما يعني. ف يعني الدكتور يعني التزم انه نحن نعمل زي ورش نساعد بها الطلبه اللي عايزين يمشوا في استراليا، تمام؟ فان شاء الله انا بعد اللايف ده يعني حتناقش مع الدكتور انه نقدر، ودكتور انور انه نقدر الحاجه دي نعملها كيف يعني، فدي حته مهمه جدا جدا. دكتور انور عندك مداخله؟ شباب يا جماعه في الزوم يعني اي واحد عنده مداخله يرفع يده ونحن بنديه المجال. يعني الناس اللي في الفيسبوك اي واحد لو عنده سؤال يكتبه وانا بنقله للدكتور. يعني دكتور انور معانا؟ ايوه انا متابع معاكم. يا ريت لو الشباب الثانيين عندهم مداخله ولا كده، لكن يعني مستمع يعني بشغف للتجربه الثرة بتاع الدكتور محمد احمد عمر. يعني الله يديك العافيه. طيب يا دكتور، نجي للمرحله اللي هي المرحله بتاعت انت كنت شغال في نفس المجال بتاعك وبتعمل في الدكتوره، ولا كنت شغال في حاجه يعني مختلفه؟ لا انا ما قلت لك، أنا في الأساس كان تفكيري شنو؟ في مشكلة أنا حواجهها، أنا داير التأهيل العالي بتاع إنه أحضر، لأنه دي واحدة من الوسائل بتاعت إنه يعني يكون عندي في راسي تكنولوجيا أقدر أرجع بها السودان. لكن في نفس الوقت يعني في جانب تاني بتكمل به المعرفة دي، أو يعني إنك تكون مسلح بتكنولوجيا، اللي هو الجانب العملي بتاع الأشياء. طيب هل أكتفي بالدراسة في إنه ده يكون مصدر المعرفة بالنسبة لي؟ ما كافي خالص، لأنه أي دراسة في الجامعة بتكون أجود لما تربطها بخبرة عملية. أي واقع نظري لما تيجي تربطه بواقع تطبيقي عملي بيكون هو الأفيد، أو حتى رسوخ التكنولوجيا دي في راسك ومقدرتك بعد ذاك في انك انت تطورها او تكتشف حاجه جديده او تكون قادر تعمل لها ترانسفير بعد ذاك لما ترجع للسودان او ادابتيشن. بجيك للحته دي بعد ذاك، يعني انا اي حاجه زي ما قلت لك ما دخلها تمشي ساي. بعد ده كله بعد الدكتوراه انا جيت عملت سيرتيفيكيت بتاع التكنولوجي ترانسفير الريسيرش كوميرشاليزيشن. دراسة، أنت عارف التكنولوجيا ترانسفير يعني عنده كل الجوانب بتاعته، يعني أنت عندك التكنولوجيا هنا في أستراليا أسهل، يعني عشان تقوم تنقلها هناك في السودان أنت عارف كويس جدا إنه المسألة دي علم كبير جدا، يعني كأدابتيشن كموديفيك يعني
بعد الدكتوره الجامعه بتاعنا عندهم يعني هو كورس ده بتاع ريسيرش كوميرشاليزيشن اند تكنولوجي ترانسفير يعني. فقلت دي انا دايره. الدكتور بيقول لي انت داير بقى شنو، انت دكتوره عندك وشغل عندك، طب الموضوع ده خلاص خليه بعد ده يعني في شنو. قلت له اخي ما القصه دي ما حقت يعني هنا، ما ده مفروض يتنقل هناك السودان، المنطقه الصناعيه بحري مفروض ده يكون في مشروع الجزيره ده في المسلميه، القصه دي ما هنا بس انه انا باخذ المرتب الكبير ده وقاعد يعني. فلا يعني كيف اعرف يعني، لانه ما انت عندك تكنولوجيا عشان تعمل لها ترانسفير، ده علم كبير خلاص امشي ادرسه درسته. طيب اجابه على سؤالك، انا زي ما ذكرت لك انا كنت داير اشيل الخبره العمليه وشيل التأهيل الأكاديمي الاثنين مع بعض، لأنه بعد التأهيل الأكاديمي العالي ممكن ما في زول يديك فرصة إنك تشتغل، خصوصا في مجالاتنا التطبيقية بتتطلب زول يعني قد يكون زول عنده خبرة عملية أفيد له منك أنت بالبي اتش دي. عشان ما يكون في المشكلة دي بالنسبة لي كنت داير شيل الدراسة والشغل كل وظائفي في مجالي. وأول وظيفة بديت بها زي ما قال السوبرفايزر، أنا بديت من فوق، أنا أول وظيفة بديت في المعامل المركزية لمجلس القمح الأسترالي. أي حتة بيزرعوا فيها القمح لغاية حصاده لغاية تحاليله الكيميائية لغاية تصنيعه لغاية السفر بتاعه، القوانين بتاعت الصادر بتاعته، البستيسايد ريزيديوس اللي بتكون فيه، الكيميكال سلفيتر، كله من زراعة الحبة بتاعته، تطوير البارات، كنت متكيف. بعدين في الشغل كان عندي حاجة كويسة، مثلا بيجي الوقت بتاع الحصاد وبيدوك مجموعة بتاع التست بس تسويها لأنه الناس بيزي. أنا كنت لا يعني ما بشتغل لك في جهاز أو مجموعة أجهزة لأسبوع، بكون نقشت بتاع بكون داير أمشي للبعدة يعني. فبجيهم بجيب وقول لهم يعني خلوني أعمل ده ودربوني على ده. فالسوبرفايزر بتاعي قال لي يا أخي الناس دي بيقولوا إنك أنت أي شيء دار تعرفه أنت بتسوي في شنو. قلت له والله ايش انا داير اعرف، ومش لما اعرف اي شيء بقدر اساعدهم لما يكون في زول ما في. قال لي قلت له خلاص. بعد ذاك بقى يجي لما الناس تكون بيزي بيكونوا عارفين في الشغل منو الجوكر الممكن يغطي لكل الناس. وانا ما عملت على سنه اقوي وضعي في الوظيفه دي سبيسيفيك دي، انا كنت عارف انه دي حخليها امشي للغيره، لكن كنت داير اعرف التكنولوجيا دي على سنه لما يجي يتكلم عن تطوير فصائل القمح السوداني والتوسع فيه والدراوت ريزيستنس والهيت ريزيستنس فارايتيز، اكون عارف المزرعه دي الاسسمنت بتعبكم كيف يعني. فكنت حريص انه اعرف ده، وكنت هارد وركين اصله، دي ما فيها اثنين ثلاثه اصله هارد وركين يعني. بعدين لانه ما ممكن تكون ماسك لك مويه قمح يعني اليوم كله يعني، شنو فرقت انك شغال لك بجهاز يعني ما الشغله دي اللي زول من الجزيره يعني، ذيس از ا بيس اوف كيك يعني، الناس اللي بيلعبوا شنو يعني تشني ده يعني قصاد انك ماسك لك مويه يعني هناك يعني. افادتني كثير يعني، اي حته بمشي لها بكون داري اعرف ايش يعني. بعد ذاك حاجيك لليابانيين برضو، اشتغلت في المعامل المركزيه بتاعت الصادرات الغذائيه اليابانيه لليابان وكده. بعد ذاك جيت لمنزز انستيتيوت اوف تكنولوجي، اشتغلت في التدريس برضو لغايه ما جيت الشغل بتاعي الاخير ده بتاع اللي في 11 سنه الاخيره دي في بيزي انوفيشن اند تكنولوجي سنتر. طول الفترة دي لغاية مرحلة التدريس في منزيس يعني دي الفترة بتاعت التحضير والشغل، كل شغل في مجالي وكل دراسة في مجالي. بعد الـ AWB طبعا حصل الكولابس، المشكلة الكبيرة بتاعت صدام حسين فود فور أويل، كان في مشكلة بتاعت برايبس عقود، والشركة اتفك المونوبولي منها وعملوا الاستاف كله ريديدنسي والدونا بايمنت. شوف انا لانه موازن بين الاثنين ديل، انا اخذت الريدونسي بايمنت اون فرايداي، فرايداي الاسبوع اللي بعده انا كنت في السالري بتاعي الجديد في المعامل المركزيه اليابانيه ما شاء الله جاست وان ويك. فرقت اسبوع من وظيفتي دي لدي، وحتى في شغلي الاول ادونا فتره بتاعت شهر مرتبك ماشي، وفي امبلويمنت ايجنسي عشان يلقى لك شغل. انا بالنسبه لي ما كانت مشكله كله ولا وفي اي حته بمشي يعني بقول لهم، الناس بيكون خايفه انها تفقد وظيفتها، انا بقول لهم اصلا ما تكون لك في حته انت خايف تفقد وظيفتك، ما بتتطور ما صح. بتتطور كله لو خايف تفقد وظيفتك، انت تكون واثق انك مسلح بعلم ده، خلوني دي خساره لهم هم، انا في زول ثاني حديني مرتب اكثر
وبتتيح لي فرص تتعلم اكثر. نعم. دي جات بالموازنه دي. انا حضرت الدكتوراه مو وقفت يوم من الدراسه، حضرت الدكتوراه مو وقفت يوم من الشغل في مجالي لغايه ما خلصتها. وبقيت في حياتي العمليه يعني السنه يعني في المركز بتاعنا بتاع الابحاث ده 11 سنه من الشغل بتاع التكنيشن لغايه اكبر بروفيسور، ما عندي اشكاليه في انه اتعامل مع ده كله. كله بعرفه يعني بيدي بشتغله بالريسيرش بتاعته. الحاجه عندي مسد كثير عملت فيها بيتنت تحتي انا اصلا. يعني نحن في الغرب كمهاجرين سودانيين من مدينه المسلميه او من اصقاع السودان المختلفه، وضعنا في الغرب الان مش متلغين بس للتكنولوجيا، نحن الان جزء من التكنولوجيا اللي بتنتج في الغرب، نحن مشاركين في صناعتها واكتشافها، جزء منا بقينا جزء من الواقع الموجود ده. يعني مش المتلغين اللي بنشيله من يعني جامعات او مراكز العمل، نحن بقينا جزء من انتاج التكنولوجيا في حد ذاته، لانه اتيحت لنا فرصه قد لا تتاح للزول اللي بتبتحث الدوله او الطلبه اللي بيجوا من برا. الطالبه اللي بتبتحث السودان مثلا او اي دوله اخرى، تمشي الجامعه بتخلص دراستك وبتشيل شهادتك وبترجع، ما في زول بيفتح لك مصنعه ولا شركته يوريكم ما شغالين كيف. وأسى أغلب التكنولوجيا بقت تنتج في الشركات والمصانع الكبيرة أكثر من إنها بتجي من الجامعات. الناس عارفة الكلام ده. وده جاني لي حاجة يمكن دكتور أنور برضو يكون موجود هنا تكون مفيدة. في نهاية الفترة بتاعتي بتاعت الدكتوراه أنا اشتغلت في منزلز إنستيتيوت أوف تكنولوجي، وكنت ناجح جدا، عندي شهادة، كنت من أميز الناس اللي بيدرسوا، لانه بتساعد الطلبه، بيقول لي السنس اوف هيوم عالي عندك، نحن السودانيين كده يعني طيب مع اي زول، بتتفهم مشاكل الناس ومرت بينا. كنت ناجح جدا في المساله بتاعت التدريس في الجامعه دي، ناجح جدا يعني ما عندي اي مشكله فيها. قررت انه ما واصل في الجامعه بحساب بسيط، شفت كميه يعني الفائده اللي انا استفدتها من الاندستري والعلم الموجود في الجامعه، وقمت قارنتها. لو أنا قعدت كم 20 سنة ثاني مثلاً في الاندستري وجمعت كل الحاجات دي، حيحصل شنو؟ حيحصل مثلاً بعد 20 سنة بيجوا مهندسين شباب صغار زي سننا، هم اللي بيجروا في البروجيكس وبكونوا قادرين تقود الحاجات، وخلوك أنت في المكتب لأنك ما قادر تطلع وتنزل معهم يعني، أو تسافر تمشي الفيلد أو تمشي الحقول وكده، فهم زي تيك ذا ليد في الوقت داك. ده الوقت اللي أنت ترجع فيه الجامعة بكل العلم تنقله هناك. صح. على الأساس ده قررت إنه ده ما الوقت اللي أنا بقعد فيه في الجامعة. أنا أمشي الاندستري وأجي بعدين. دي حاجاتي كده، أنا ما قاعد أخلي حاجاتي تمشي ساي أو زي تجارب الناس، بخطط بشوف بفكر، أنا داير حاجاتي كده. قررت إنه ما بقعد في الجامعة. أي زول كان بيستغرب إنه كيف إنه تخلي وظيفة زي دي يعني ومرتبة في الوقت داك أعلى من المرتب بتاعي لسه موجود يعني. خليتها لأنه ما لقيت روحي هناك يعني، وده مرة التايم تو بي ذا أسا. فالحتة النقطة دار أقولها لأي زول بيمشي يحضر برا، كلنا عندنا كان يعني احتياجاتنا بتاعت أسرنا المالية كان لازم الزول يوفيها يعني، الأسرة بتكون دايرة منك يعني حاجات كثيرة، فما ممكن الزول بس يجي يقعد على قراية وما يقدر يساعد مع الناس. طيب افضل حاجه انت تقوم تسويها انه تسوق من الاثنين، القرايه والشغل، وحاول تتجنب انك تشتغل شغل ما في مجالك، لانه اي شغل غير مجالك بيديك الحوجه الماليه اللي انت دايره، لكن بيكسلك من انك تلقى شغل في مجالك، وما بيبقى لك مستقبل اصلا، ما بيبقى لك مستقبل. لكن اي حاجه حتى لو كان دخلها بسيط عندها علاقه بمجالك بتكون افيد. فالناس ما تبقى بس على حتة القراية تكون over qualified وما تلقى شغل، وما تعطل روحها من القراية تبقى على الشغل بس، تفقد معرفتك بأنك كيف أنك تطور روحك من بحوث، من أنك تكتشف حاجات جديدة. فإذا أمكن الاثنين يكونوا مع بعض. يديك العافية يا دكتور، يعني ما تتخيل يعني كمية بتاعت سعادة وكمية بتاعت طاقة إيجابية كده يعني مبالغة، يعني تتخيل ساعتين لكن ما حنفكك يعني الا يكون عندك.
جماعة الناس اللي في الزوم يعني معلو، في أي زول عنده سؤال أو عنده مداخلة يرفع يده عشان نفك له المايك. وبرضو جدا، والناس اللي في الناس اللي في الفيسبوك، في المتابعين اللي في اللايف، لو في سؤال. طيب يا جماعة، الدكتور يتكلم عن الحتة بتاعت المنح دي. إن شاء الله نحن الموضوع بتاع المنح بتاعت أستراليا حنخصص لها إن شاء الله ورشة منجهز لها، ونجي نعمل لكم برضو هنا في مبادرة الباحثين. يعني دكتور محمد أحمد عمر يعني أدانا أفكار جميلة، وإنه كيف إنه يقدر هو يساعد الناس عشان تمشي أستراليا، يعني الدراسة تمشي عن طريق الدراسة وكده. يعني دي حاجة. الحاجة الثانية طبعا اتكلمنا عن نقلنا من المسلمية لحنتوب لجامعة الخرطوم، بعد ذاك النشاط السياسي، بعد ذاك هاجر لأستراليا. في أستراليا هناك ما 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 يعني طوالي بدأ في الدراسة بتاعته، وبدأ في الشغل في نفس مجاله. يعني فكان يعني المبدأ بتاعه إنه داري يطور نفسه أكاديميا ويطور نفسه في المجال العملي. فإن شاء الله دكتور محمد لما نشرب الموية ويجي نحن دارين نتكلم لنا عن كيف المخرج شنو من المشكلة بتاعتنا إحنا في السودان بصفوف الصفوف العيش والوضع الزراعي الراهن. يعني طيب، نحن كنا رافضين الوضع بتاع الزراعة من سقوط النظام البايد لغاية النقطة نحن هسه موجودين فيها. كنا بنفتكر على الدوام إنه المخرج الوحيد للبلد هو الزراعة. المشكلة الكبيرة اللي بيواجهها النظام الموجود السابق كان هي المزالة بتاع فاتورة القمح. إحنا كنا مدركين تماماً المزالة دي. جينا عشان نقدر نساعد الحكومة الموجودة حالياً، كان لازم نقدم دراسة تحل المزالة بتاع صفوف الخبز. قدمنا شغل، يعني يمكن شاركوا فيه ناس كتار جدا، يعني يمكن المزالة دي أنا لي زمن طويل جدا. قدرت أتواصل مع المنسقين بتاعين أبحاث القمح في السودان، في كل الجهات الممكن تساعد في المزالة دي، وقدرنا نتلمى نشتغل شغل كويس جدا جدا، شغل بتاع إنه كيف نضمن الأمن الغذائي. اتوسعت أكبر مع مجموعة أكبر، مشينا الشغل بتاع الزرة وأبحاثها والغلال الثانية، مشينا لاتجاه أكتر اللي هو بتاع إنه كيف إنه ندخل فول الصويا والبروتين الجاي من محصولات ثانية في المسائل بتاع صناعة الخبز في السودان. طيب، بالنسبة لنا أي حكومة تجي المسألة بتاعت فاتورة القمح المليارية دي هتهدها بما فيها الحكومة لسه موجودة. طيب، ما لم تحل المشكلة بتاعت استيراد القمح وتكتفي ذاتيا محليا، نحن ما عندنا مستقبل نقدر نبني عليه. أولا قرارنا ما عندنا، لأنه أمن الغذائي ما عندنا، ممكن يكون عندنا قروش ما نقدر نجيب غذاء لأهلنا. الفاتورة بتاعت القمح عالية وقاعد تزيد، يعني في دراسات بتوري إنه المزالة دي ماشية زايدة كله فترة، فاتورتنا دي قاعد تزيد ما قاعد تنقص. طيب، قدمنا رؤية لأنه كيف نتوسع في زيادة المساحات وزيادة الجودة بتاعتها، وكيف إنه ممكن نحنا نستورد أقمام عالية الجودة ونخلطها بغلالنا المحلية بما فيها الذرة والقمح. تبقى المشكلة غايمة، الفاتورة عالية والبلد بتتضرر لأنه الحكومة ما قاعد تسمع لغاية الساعة. لكن أنا زي ما قلت لك، الوضع ماشي لوضع خطر. الشيء اللي بيحصل أسا في السودان ده من إهمال للزراعة أثره في الشهور الجاية هيظهر. صفوف الخبز هتزيد، الفاتورة الحكومة هتكون أكثر إرهاقا عليها. هيجي يوصلوا لنقطة واحدة، نحن دايرين خبرة يخطوا رؤى واستراتيجيات، والرؤى والاستراتيجيات موجودة حتى في مبادرتنا بتاعت الباحثين. الورقة اللي أنا قدمتها عن استراتيجية الزراعة موجودة، ونحن هسه شغالين نحاول إلى بوليسي بيبر. ما لم نتجه للزراعة ما عندنا طريقة. طيب، الزراعة ذاتها نتجه لها كيف؟ نحن لو بقينا نزرع بنفس الطريقة اللي بنزرع بها للمية السنة اللي فاتت، عمرنا ما حننجح ولا حنقدم حاجة.
لانه حنزرع بنص الطريقه بتاعت جدي وجدوده اللي هو زرع عمبال ال100 سنه ما ودتنا لحته. نحن دايرين زراعه بتكنولوجيا حديثه. يعني شوف استراليا بلد غنيه، يعني مسافه الدول الغنيه في العالم بتعتمد على الزراعه، زراعتها زينا. يعني احنا اغلب الاراضي عندنا زراعه مطريه، هنا الزراعه اعتماد على مطري كمان. ما عندنا الانهار اللي عندنا ولا عندنا المويه اللي عندنا، يعني انهار بسيطه جدا ولا اعتماد عليها في الزراعه في النهضه دي، لكن اعتماد على المطر. دي حاجه انا مثلا برضو كانت مسار اهتمامي. يعني كيف المقارنه بيننا هنا وبيننا هناك؟ يعني كنت في نقاش يعني طويل جدا مع يعني واحد من الخبراء السودانيين في مجال ثاني لكن في امريكا، وهو من منطقه الفشقه، وعقدنا المقارنه دي يعني بين الجو المناخ الارض طول الفتره بتاعت المطر في استراليا مقارنه به الفشقه. قدرنا نقارن بين الاثنين ديل. يعني فنحن زي ما ذكرت لك في الاول، نحن محتاجين نلم كل الخبراء السودانيين في كل المجالات بمفهوم مجال الزراعه، ويجي يورونا العالم ده وصل يا مرحله من التكنولوجيا، وكيف التكنولوجيا دي نستفيد من خبرتهم ننقلها هنا. لكن حاليا يعني الوضع ماشي للأسوأ، ويمكن الاقتصاديين الموجودين هنا كلهم يكونوا عارفين تماما الفاتوره الملياريه بتاعت القمح بتاعت السنه اللي فاتت للسنه دي حتكون اكثر. طيب الجزيره حيكون ضعيف، انتاج الشماليه اصلا انتاج ضعيف كله مع بعضه، انتاج القمح في السودان ما حيكفي استهلاكنا اكثر من ماكسيمم شهرين. 10 شهور دي الدوله مفروض تجي توفر لها. حجم استيرادنا وصل مليار وزياده، اكثر من 3 مليون طن في السنه بيستورد السودان. والمساله ماشيه تزيد باتجاهين. الاتجاه الاول الانتاجيه قاعد تقل والمساحات قاعد تقل المزروعه في السودان، وفي نفس الوقت الناس لانه انت عندك سياسات بتدعم القمح ما بتدعم الذره بيهاجروا من استهلاك الذره بيمشوا للقمح الرخيص. ممكن شهدنا انه القمح ارخص من الذره، ده اصله ما حصل، ده واضح لانه في خلل في حته ما. الخلل اللي انت بتدعم المزارع بتاع استراليا وكندا بالقمح بتاعه وما بتدعم مزارع الدالي والمزموم اللي بيزرع الذره والفتريتا. فالناس حيتحولوا كله للقمح، الدوله لازم تنتبه لنقطه زي دي. طيب يا دكتور، يعني بعد الثوره ما في حكومه او جهه تواصلت معكم بانه في يعني تساهموا معاهم؟ طيب والله نحن ما وقفنا ولا انتظرنا. يعني انا قابلت وزير الزراعه اللي كان مكلف وقعدت معه وعرضت رؤيه استراتيجيه لانقاذ مشروع الجزيره، وعرضت معه الخطه بتاعتنا بتاعت الامن الغذائي والخطه بتاعت الزراعه بشكل عام. ما في نتيجه جاتنا خالص. الاتصال الوحيد اللي جانا منه انه يعني في الموسم الصيفي كان عندهم مشكله بتاعت سماد، ودايرين منظمات والله شركات عالميه تدعمهم في مزاله السماد، يعني قدرنا نساعد بالبيكتر عليه. لكن تخطيط طويل الامل اعتماد على الموارد الموجوده في السودان ما في زول جانا. لما هم قافلين ابوابهم بقينا نتكلم في الصحف. يعني انا كلامي اللي بقوله لك هنا ده بتاع انه احنا مواجهين مشكله بتاعت غزه، قلت في تلفزيون السودان في نشر الساعه 9 في شهر 11 وانا قاعد في الخرطوم. الناس كان بتحضر للموسم الشتوي، وريته منه انا عارف المساحات كلها كما متحضرت، عارف تجهيزاتهم الحاجات دي كلها. يعني ازمه الخبز حتكون الأسوأ، الكلام ده قلته في تلفزيون السودان في شهر 11. ويعني لسه بكرر بنبه الناس انه احنا ماشيين على مشكله بتاعت غزه كبيره جدا، يعني والصفوف حتكون الأسوأ السنه دي، لانه ما في شيء اتعمل عشان غير الواقع ده. احنا جاهزين لو الدوله طلبت مننا تعال وفروا لنا من الغذاء ده، عارفين نسوي كيف. طرحنا الكلام ده في دراستنا اللي تقدمت وموجوده في مبادره الباحثين، طرحنا في اكثر من منبر، في على مستوى وزارات ثانيه مثلا ممكن تكون زي وزاره الصناعه. احنا قابلت الوزير السابق وعرضنا له كل الحاجات بتاعتنا تحت التصنيع الزراعي، لانه انا بؤمن تماما انه المخرج بتاع السودان ده التصنيع الزراعي. الزراعه في الاول والتصنيع الزراعي اللي هو طافت غيمه، والاقتصاديين الموجودين هنا بيتفقوا معايا في حاجه زي دي. يعني نحن مفروض نوقف من تصدير الخام،
نضيف قيمه للمنتجات دي. ناس الحكومه اول يعني الوزراء السياسيين اللي لسه موجودين في كل الوزارات دي لو جيت اتكلمت معاه بيقول لك ايوه نحن دارين نضيف قيمه ومنتجاتنا ما تتصدر خام. لكن لو جيت سالته سؤال محدد اوكي انت دار تضيف قيمه ده السمسم تنتج سمسم ده فول سوداني ده فول صويا نضيف له قيمه كيف هو ما بيعرف لكن احنا بنعرف. نحن لما نتكلم عن القيمه المضافه ما بنتكلم عنها كشعار سياسي نحن بنتكلم فنيا نحن عارفين نطلع لك كم بروتين من السمسم ونبيعه بكم ونبيعه لياتو ماركت عرفتها عارفين نطلع ياتو فيتامينز نطلع فايبر من شنو نطلع من فول الصويا زيت قدر شنو نطلع منه بروتين ندخله في ياتو منتج تاني عرفتها عارفين الزورة نطلع منها نشا نبيعه وين قاعد نستورد كم من النشا الزورة بتاعتنا دي بنخطها في المطامير دي لما ينتاج يكون غزير وعارفين ليه نحن ده نخش التصنيع بتاع الزورة لأنه ده نثبت أسعار الزورة. الزورة في السودان أسعارها بتعتمد على العرض والطلب. بيجي موسم بتاع مطر كويس الأسعار بتنزل المزارعين بيخسروا لأنه السعر قليل. السنة الجاية ما بيجي بيزرعوا ما بيجوا بيزرعوا نحن دايرين يكون في تصنيع يثبت الأسعار الأسعار تكون ثابتة والمزارعين كل سنة يمشوا دايرين قرارات سياسية ما تكسر الزراعة يعني مثلا اكون زارع عليه كم مخمص بتاع فول يعني سعره يكون كويس السنه الجايه بعمل لك 20 مخمص لكن اكون زارع عليه 5 مخمصات انت تجي تحضر لي الفول من الصادر لانه الزيت سعره عالي داخليا انا اقوم اخسر السنه الجايه بزرع لك ولا فدان ويمكن الناس قد لا يكونوا متابعين لكن انا متابع مساحات الفول السوداني اللي زرعت السنه اللي فاتت اقل 25% من السنه اللي قبلها وده لقرار سياسي لانه في مزارع بيمشي بيزرع عليك وانت هنا بتجي بتخلي له السعر مدني لانك ما داير اسعار الزيت تزيد تكفي له الصادر في حين كان في معالجات ثانيه. انا قبل ما اسالك السؤال ده في اختنا فاطمه علي في معانا هنا في الزوم بتقول لك هل ممكن يا دكتور انه يتم شراء القمح بتبادل انتاج من منتجات السودان مثل الصمغ العربي بديل شراء النقد؟ طيب نحن لما قدمنا يعني رؤيتنا الاستراتيجية لكل الوزارات المعنية أو حتى مؤسسات طرحنا كان شنو؟ طرحنا كان يا جماعة تعالوا نحن بنرتب لكم البروتوكول التجاري. أنت بتستورد قمح أسترالي مثلا ما تدي التجار قروش يمشوا يستوردوا لك يا أخي تعال نحن بنقابلك بالمزولين اللي هنا ونعمل معهم بروتوكول تجاري. أنا بشيل منك 2 مليون طن بتاعت قمح بديك فيها 500 ألف طن بتاعت فول سوداني لأنه مثلا بلد زي أستراليا بتستورد فول سوداني بديك فيها سمسم بديك فيها صمغ عربي. حتى الصمغ العربي ورينون كيف إنه نحن نزيد الأبليكيشنز بتاعه والتطبيقات ببحثنا يعني ده منتج حقك أنت مفروض تكون قايد البحوث قايد العالم في البحوث بتاعته توري العالم يا أخي والله الصمغ ده ممكن أنت تستخدمه بدل النشا في تصنيع الكاربورد الكارتونز. نحن طرحنا كان انه المسائل دي تتم كبروتوكولات تجاريه وانه الوزراء ديل المعنيين يتحركوا يجوا الدول دي ويدعم البروتوكول. المساله دي طريحك من انه جات حصائل الصادر رجعت ما رجعت سفينه رجعت باع تاجر يعني بمواصفات ما هي ده كله تلغيك عنه يكون في محافظ لاي سلعه محفظه الكركديه السمسم يكون عندها ناس بتاع ماركتينج متخصصين في المزالة دي يمشوا مع الدولة يتعامل البروتوكولات التجارية. أنا بشيل منك قمح أسترالي بشيل منك سماد بشيل منك كذا بديك كذا بديك كذا جدي المواصفات ده الحل بتاعنا. حتى القمح اللي يستورد ده زي ما ذكرتك به نحن أوصينا بأنه نستورد يعني عينات جيدة من بروتين عالي وتقوم هي بعد ذلك تخش في مزرعة تصنيع الخبز بخلطه مع الزرع ده بقلل لك 30% من الفاتوره بتاعتك لانه عندك 30% هي منتج محلي زي الزرع. وفي نفس الوقت قلنا نزيد نسبه الاستخلاص من الاقماح الجيده بتقدر تزيد نسبه الاستخلاص بدون تاثير الجوده ويمكن دي الحاجه الوحيده اللي استجابوا بها ناس الحكومه يعني هسه زادوا الاستخلاص ل 85% دي واحده من المقترحات اللي اقترحناها. لكن بتفق مع السؤال في انه الاستيراد القمح تحديدا لازم الدوله تتجه لانه يكون عبر بروتوكولات
الشيء المهم الطوال انا بقوله، انا لو كنت مسؤول اول قرار باخده يعني سلعه القمح سلعه استراتيجيه، ما ممكن تاخذها في يد التجار نهائي. سلعه مفروض تكون في يد الدوله. يعني التأميم السلعه بتاعت القمح، بضرب لك مثال بمصر القريبه، سلعه القمح في يد الدوله لانها سلعه استراتيجيه. ما ممكن نحن نخلي الوضع فاكي بالشكل ده في يد التجار على الاطلاق. الاستيراد تكون مسؤوله منه الدوله، المطاحن الشغاله دي شغاله بانها بتاخذ التكلفه بتاعتها تحت الطحن، والدوله بتستلم المنتج، الدوله بتحدد القمح يستورد كيف ببروتوكول بتبادل سلعي، البارايتز اللي بتجي ياتها نسبه الخلط بتاعتها كم، نسبه الاستخلاص كم، وتستلمه. ما لم يكون في سياسات زي دي نحن ما بفتكر انه بيكون في حل. الحاجه الثانيه الصادرات الزراعيه، انا افتكر انها المفروض تكون يعني نحن قدمنا رؤيه استراتيجيه لتسويقها انها تكون في يد وزاره الزراعه، واي محصول مسؤوله منه مجموعه محدده من الحصاد لغايه تصنيعه لغايه تسويقه، كده بنقدر نعظم الربحيه. لكن الشيء لسه موجود ده بيخلي المسائل كلها في يد التجار اكثر من يد ناس متخصصين، لو كان فنيا او ناس بتاع التسويق او بتاع التصنيع. يعني هسه المساله كلها الصادرات بيتحكموا فيها التجار، وديل ما براعوا للمسائل الفنيه بالذات وفقدونا سمعه منتجاتنا يعني. لكن لما تكون في يد الدوله ويد الناس ديل يحلوا لك التحاليل الصحيحه، كل المواصفات اللي انت بايع بها يتاكدوا انها موجوده، وننهض نزيد المساحات بالسياسات الزراعيه بتاعتنا. الواقع بتاع الزراعه سيء، انا ما متفائل خالص في انه الحكومه دي هتنتبه لمساله الزراعه قريب، ولا بتخيل انه الوضع ده ممكن ينفرج بدون الزراعه. يعني الازمه الاقتصاديه اللي بيعيش البلد انا افتكر انها هتمشي للأسوأ، اصلا ما بتتحل بالمعونات الخارجيه، بتتحل من انتاجنا الزراعي الموجود جوا ده، وما بتتحل الا بخطط واستراتيجيه شبيهه لما قدمناه، ما بتتحل الا بانك انت تستجلب كل العلماء والخبراء بتاعينك اللي نفسه ونقدمه للبلد دي. فربنا يقدرنا. ونحن عندنا مشروع عسى في منطقه الفشقه، يعني شغالين في الدراسات بتاعته ان شاء الله. احنا نفتكر انه عشان الاراضي تظل سودانيه لازم كوادر سودانيه او شركات سودانيه استثمارات تكون في المنطقه دي وتعمرها بزراعه حديثه، على اساس الشركات دي كلها تكون مامنه حتى لو تم عدوان الدول اللي شكلت العدوان ده، هي اللي بتكون مسؤوله عن دفع الخسائر للشركات دي، لان الشركات مامنه. ده الوضع اللي بخلينا احنا نحفظ على اراضي السودان ان حقتنا. طيب يا دكتور، ما في مبادره بتاعت انه شركات زي دي تشتغل في مشروع الجزيره؟ طيب نحن لما قدمنا الدراسه بتاعت مشروع الجزيره، دراسة كانت متكاملة، طرحنا فيها إنه نحن قادرين نتواصل مع شركات عالمية وتجي بدون ما الدولة تخسر قروش، هي تستثمر، هي تصلح الحاجات دي، ومن العائدات بعد ذاك تشيل. لكن يعني أنا زي ما قلت لك، بتبقى المشكلة إنه الدولة لغاية لسه ما في مرحلة الوعي ده بينها تهتم بالزراعة والمشروعات الزراعية. اللحظة تهتم فيها الحاجات دي كلها سهلة، يعني ما في زول الليله برا انت بتجي بتقدم له دراسه جدوى لانه حاجه بتربحه بيرفضها، خصوصا هسه الغرب. يعني حتى الاستثمارات، يعني تخد قروشك في البنك ما بتلقى 1% فوائد، السودان بلد ممكن تحقق فيه 20 30% فوائد في موسم واحد. والزراعه ممكن تمرق البلد دي والله موسمين، السودان ده ازمتنا الاقتصاديه تتحلى موسمين بس زراعيا والله نمرق. وزي ما ذكرت لك تاني، احنا بنكرر من المنبر ده، احنا طلعنا من البلد دي عشان قضية الوطن. الوطن ده ما بنبدله باي حاجه، نحن نفسنا يدونا فرصه نبني معاهم ده وطننا. نحن ما هجرنا، والكيزان هم اللي هجرونا منه، نحن نفسنا نرجع له. عرفت؟ ما لانه نحن ده نكسب من وراه حاجه، يعني وضعنا كويس شغالين شغل كويس وكل شيء، لكن ده وطننا، ده وطن اجيالنا. يعني ما في وطن تاني بيبقى لنا وطن غيره، كله. يديك العافيه يا دكتور. طبعا احنا حايزينك ساعتين، لكن هسه مشت لساعتين وثلث. حنختم يا جماعه في 10 دقائق، لو في اي زول عنده سؤال معانا في الزوم يرفع يده او يكتبه، والناس اللي في معانا لايف في الفيسبوك. يا جماعه نحن اتطرقنا على الموضوع بتاع المنح بصوره عامه يعني، لكن هو دمل
ده الفوكس بتاع الحلقه الليله. ده احنا تكلمنا مع يعني البرنامج اسمه ونس على دروب النجاح، يعني تونسنا مع دكتور محمد احمد عمر، وراني انه هو كيف وصل للحاجه اللي هو فيها دي. يعني محطات المدارس في السودان، الاشتغالات اللي حصلت وكده لحد ما وصل ما شاء الله بقى خبير تكنولوجيا الزراعه في استراليا. فلكن اضطرغنا على المنح، وهو ان شاء الله وعد انه يعمل لنا ورشه، وكيف انه نحن نعمل نساعد الطلبه السودانيين عشان يمشوا يدرسوا في استراليا. تمام، في اي زول يا جماعه عندي سؤال؟ الناس اللي معانا في الزوم لو اي زول عنده سؤال يرفع يده عشان افتح له المايك. طيب يا دكتور قبل الختام كلمه اخيره. طيب انا قاعد اشوف كيف انه التجربه بتاعت الهجره افادتني او خطتني في وضع قادر اساعد بلدي بشكل افضل. بتمنى انه التجربه دي تتكرر لناس كتار، لانه دي الطريقه المثلى لانه يستجلب التكنولوجيا البرة. الناس تجي هنا وتحضر، ولو لقت فرقه بتاعت الناس ذاتها تشتغل او نساعدهم ببرامج بتاع التدريب وتاهيل ثاني ويرجع. التجربه دي انا حريص ان اشوفها في كم زول ثاني. على الاساس ده يعني بسخر جزء كويس جدا من وقتي مع بقيه الزملاء، انت ودكتور انوار بروفيسور الصادق والباقين، في انه نعمل لنا جسم محدد كده نكون دارسين فيه كل حاجه، كيف نقدر نساعد طلبه من السودان على كافه التخصصات والمستويات انهم يجوا استراليا يحضروا ويرجعوا. يعني حتى لو وصلنا مرحله بتاعت انه يكون في تواصل على المستوى الرسمي مع الدوله، مع استراليا كدوله، نحن بنضمن لكم انتوا لو خايفين الناس دي اللي يقعدوا اي طالب يرجع، الضمانات دي تكون شنو؟ حتى للناس بتبرعات انه يكون في مبلغ محدد يتخطى لو في زول مثلا اترفضت فيزته لانه ما ضامنين انه يرجع. دي واحده من الاشكالات. المسائل الثانيه ديك انا كلها قادر يعني ممكن اجمع مجموعه كويسه من الناس هنا يساعدوا فيها. مساله انه يكون طالب داير يقرا مثلا زراعه، نحن كيف نصل الجامعه ونجيب له القبول ونملى معه الفورمات ونوري الطريق لغايه ما يقدم للتاشيره، ولما يجي هنا نستقبله. وممكن هنا نحن نعمل لنا حاجه ان شاء الله زي بيت بتاع الطلبه، ان الخيرين موجودين وبالمبادره ممكن تمشي اكثر. انه الطالب لما يجي في الاول انه يكون في حته حينزل فيها، في زول حيسوقه من يده يوديه الجامعه، في زول حيجيبه راجع ويوري المواصلات يركبه وين. كل الحاجات دي يعني نحن نقدر نساعد في الحته دي. الحته المستوى الثاني، المستوى بتاع الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، احنا قادرين عن طريق الجسم ده انه نمشي نلف على الجامعات انه يا اخي السودان طلع لديمقراطيه، السودان كان محظور 30 سنه تخلف من التكنولوجيا، نحن دايرين نلحقه. عشان نلحقه نحن دايرين الناس ديل يجوا يقروا تكنولوجيا هنا ويرجعوا. نحن دايرين منحه بتاع الدكتوراه لطالب بتاع زراعه في التصنيع الزراعي، الزول ده البروجكت بتاعه التصنيع بتاع السمسم، وده من شانه انه يكافح الفقر في مناطق غرب السودان، والمشروع ده من شانه انه يوفر وظائف للمراه في المنطقه دي. عرفتها؟ الجامعات والله الدول زي دي المسؤوليات الاجتماعيه قادره تدينا كم منحه لكم طالب في كم تخصص. عرفتها؟ نحن برضه نقوم نساعدهم بشكل زي ده. لكن انا من شخصي متبرع من اللحظه دي، اي زول داير يجي يقرا في استراليا بس الا تظلمك روحك. لكن انا ترغمي قاعد تلفوني موجود اضرب لي في اي وقت، اطلب من اي حاجه انت دايرها انا بساعدك. وزي ما ذكرت لك انا كنت مسؤول الجالي هنا، مسؤول الشباب، اكثر حاجه سويتها في برنامج عملي وانا مسؤول عن الشباب اللي هو التعليم. التعليم ما فضل لي الا ندق للناس بيوتهم. يا اخي انت ربنا جابك هنا يا اخي، دي فرصه عظيمه، تعال خش الجامعه دي. لانه انت الليله مثلا يعني الدراسة دي انت بتشوف في طالب مثلا من الخليج بيجي بيدفع كم هو وأسرته عشان يعيشوا هنا؟ أقل شيء دايرين لهم 50 ل 100 ألف دولار، دي من أكلهم وشرابهم ومواصلاتهم وحاجاتهم. انت دي عندك مجاني من الدولة. هو عشان يمشي يقرا له سيمستر مثلا، أنا حضرت في الأبلايد كيمستري، الكيميكالز والإنزيمز والمواد وال يعني الحاجات الزراعية بتاعتي
يا اخي ارقام مبالغه، القروش ذات يعني المؤتمرات العلميه، الكورس انت بتشوف انه في زول بيدفع فيه 40,000 دولار. يعني انت لو جيت مهما يكون الدوله دي وفرت لك او اشتغلت قروش، في النهايه استثمار ممكن تقارنه بالاستثمار اللي انت جيته من التعليم. نعم. لانه تصرف عليك قروش 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 كثيره جدا جدا في انك تدخل، يعني انت استفدت مئات الالاف، المئات الالاف دي ما بتقدر تجمعها بطريق ثاني. يعني انا بالنسبه لي يعني لو طلعت من استراليا دي انجزت كثير، يعني حتى على مستويات ثانيه، حتى على المستوى الاقتصادي والمالي يعني. لكن لو طلعت بس شلت منهم من علم والتكنولوجيا بس من كلامي ده معاك، يعني انا مستفيد باستثمار بتاع ملايين عارفه كويس يعني. فبالضروره يعني نحن انا افتكر انه وانه يعني خطابنا الخارجي للدول الحكومات، يعني الحكومه دي والقبلها اللي هو ما بعد الثوره ما قدرت تستفيد من الوضع بانه نحن ازينا اعتى دكتاتوريه كان ممكن تكلف الغرب سلاح وتدخلات وحاجات كثيره بالشكل ده. يعني خطابنا معهم كان ممكن يكون افضل في انه يا اخي نحن دايرين التحول الديمقراطي يمشي بشكل سلس. يعني المعونات دي ممكن تكون في شكل يعني مؤتمر برلين، انت كان ممكن تستفيد منه حاجات عينيه. انت ده له 500 دقاقه بتاعت قمح من المانيا، داير المكن بتاع التصنيع الزراعي من فرنسا، داير ده. تجي دوله زي استراليا التحول الديمقراطي في ازمه خبز، يا اخي ادونا قمح بسعر كويس بعقود عادله بمساعدات باي طريقه بيشيل. يعني المسائل تتباصر، يعني الناس تطلع برا، لكن انت بتجيب لك وزراء ما قادرين يتكلموا لغه العالم. انا لما اتكلم اقول لك لغه العالم دي ما قصدي بس اللغه كانجليزي بس، لكن انت عارف العالم عنده طرق مختلفه في انه الحاجات بتمشي فيه كيف، هاو تو ابروش الحاجات يعني مختلفه. دي دي دي, دي ما بتقدر تدرسها للناس الموجوده دي. لكن شفنا كم من الوزراء هم بس يعني جو من امريكا او بكده، عارفين عارفين المسائل بتدار كيف، يعني أداؤهم كان مختلف عن الباقيين، يعني بتكون واضحة من شكل النظام في الغرب. لكن كلمة أخيرة، شكرا لك وشكرا لكل يعني أعضاء مبادرة الباحثين السودانيين، أتمنى أن الوطن يكون بخير. ثاني نحن لأي زول داري سعد البلد دي، نحن بكرة دي أنا ممكن أرجع، ما عندي أي مشكلة لو البلد دي دايراني بكرة برجع، ما بفكر لباكر كله برجع في أي وقت. وأي طالب داري حضر أو داري هاجر يجي لأستراليا، الحمد لله يعني أنا زملائي في جامعات كثيرة يعني اللي قال في مجالي، يعني اشتغلت في شركات كثيرة برضو، أي حتة أنا اشتغلت فيها عندي سمعة طيبة، وأي حتة اشتغلت فيها أمشي للبعدة بخط الناس اللي فيها مدراي هم الريفيري بتاعي، بكون مطمئن تماما يعني إنه لما يضربوا يزالون عني بيلقوا الدايرينه. عشان كده دي وصية برضو للناس اللي في مقتبل حياتنا العملية، ما يعني ما تخش في صراعات في أي حتة بتاعت عمل بشغل فول بوليتكس فول حاجات، كون كما أنت لأي زول يعني أنت الحتة اللي بتشتغل فيها محتاجة سمعة طيبة لك للوظيفة البعدة والبعدة والبعدة. يعني أنا كل الحتات اللي اشتغلت فيها بخد تسامي كل الناس اللي فيها يعني بكل صيغة إنه حيقوا عني كله خير. أهم حاجة لأي زول بفكر وسطي لانه يهاجر في الغرب، ما تغير حاجاتك عشان الغرب. انا كان عندي حاجه واضحه، انا داير اتفاعل مع المجتمع الجديد عشت فيه كم 20 سنه ده، ما داير ادوب خالص. كل حاجاتي جيت بها من المسلميه، جيت بها هنا الحاجات الكويسه ما خليتها كله ولا شلت كل حاجاتهم الكعبه اتبنيتها، ولا رفضت حتى حاجاتهم السمحه. انت تفاعل معاهم وما قدرت حاجاتي اللي عندي أوقفها اليوم عندي، لا شاركتها معاهم، لا أنا كده عمل معي حاجاتي بطريقتي، أنا عمل معك حاجاتك بطريقتك. أنا في رمضان بفطر فطر رمضان 6-7 أنفار بيكونوا بفطروا معي، فون اللاديني فون المسيحي فون البوذي فون أي شيء. دي يمكن من الحاجات الجميلة، يعني إحنا سفرة لأي شيء، سفرة للوطن، سفرة للإنسانية، سفرة حتى لديننا. يعني يكون واثق في حاجاتك. انا شغال في حتتي شغال فيها، بيجي وقت الصلاه بصلي، بيجي زول داير مني حاجه بعاين انه الزول ده بصلي ما بيتكلم معي لانه عارف لغايه ما انتهي من صلاتي، ما بخجل انه ما اصلي. واول حاجه بطلبها انه انا في اوقات بتاعت الصلاه اللي هو العصر والظهر داير حته اصلي فيها، اصله ما بخجل من حاجاتي كله نهائي.
الاكل ده ويشير يعني ممكن اقسم لك في صحنك، لكن يا اخي ذوق معايا اكلي يا اخي ده اكلك. بقول لنا كده بسلم على الناس الصباح، ممكن هم ما يسلموا على بعض، لا انا كده انا دايرك تسلم علي، مشغول برضو سلم علي. قصدي تتفاعل بحاجاتك تكون واثق فيها، اصله مدروب في مجتمع. بعدين في مرحلتك بتاعت العلم اشتغل اي شغل، الشغل ما عيب الا حرام، حرام ده ما تصله. لكن ما في زول كده نجيط مربع ما بقول لك الشغله دي بتقلل من وضعي، شغل ما بقلل من وضعك ولا بيرفع، ترفعك اخلاقك بس. بعدين ما تطلب الحاجات، يعني سيدنا علي رضي الله عنه بيقول اطلب الحاجات بعزة النفس فان غضبها بيد الله. ما تتكسر لزول، ما تتكسر لحاجه، الامور في الدنيا بتمشي بيد الله ما بتمشي بيد اي زول. يعني الايمان ده ما يعني حاجاتك اللي بتجيبها من هناك، الغرب ده ما ملائكه يعني، ان احنا احسن منهم في حاجات كثيره جدا جدا، حتى طريقه تفكيرنا وعقولنا يعني. وانت لو اشتغلت كويس وصفيت مع ربنا، ربنا بوفقك وبتقودهم هم يعني في الشغل في العمل. يعني 11 سنه اللي فاتت دي دكاتره وراي، بروفيسورات فيهم وراي يعني بقودهم، انا زول المسلميه ده صدقني لو تشبهت بحاجات والله حاولت اقلدهم كان طوالي بكون فولور. لا لا ما فولورز، بحاجاتي نطيت قدام، نطيت قدام. قبل اختم لك بس داري اقول لك حاجه سريعه جدا من الحاجات الطريفه. انا من بين الناس مشينا مؤتمر في مدينه اسمها دلايت، المؤتمر بتاع الجمعيه الملكيه للكيمياء في استراليا، وعندي اورال برزنتيشن في سودانيه متخصصه برضه حضرت معانا المؤتمر ده، معايا زميلي هو هسه بروفيسور في الجامعه. البرزنتيشن بتاعنا اورال توك، مؤتمر عالمي الصباح. انا صحيت على سنه صلاه الصبح عادي يعني 4 صباحا قبل الفجر بصلي ركعاتي، وبعد ذاك بستنى الصبح بمشي. فجيت الحمام على سنه اصلي يعني اتوضى واصلي، فلما جيت خاشي هو موجود يعني برضه، فقعد يضحك. قلت له يا اخي بتضحك مالك؟ قال لي يا اخي انت برضه مساهر ما نمت. قلت له انت مالك؟ قال لي يا اخي انا خايف عندي البرزنتيشن ده ما نمت كله. هذا المساحر مينو؟ أنا نمتها، لكن ده وقتنا بتاع الفيرس براية، الصبح براية نمت بدري. قلت لمين ما جينا من العشاء؟ جيت صليت نايت براية العشاء وجيت نمت الوقت ده كله، هسه صحيت للصبح ما خايف يا أخي انت جاي؟ قلت لا لا هنسوي شنو؟ قال لي أنا خايف وبتاع، المرة الجاية الواحد يجيب معه درك. قلت أنا أجيب درك، تعال صلي الإسلام الدين. طوالي خشيت معه في مسألة بتاعت حاجات زي دي يعني، وريته إنه يا اخي انا قومني من النوم ده ما الخوف، قومني الصلاه لرب العالمين. وين الطمانينه اللي عندي دي؟ الطمانينه دي جايه من ديننا يعني. قال في ده ما تخجل اتكلم لك عن عزتي بيدي، ده مثلا انا ضربت لك في انه ما تخجل من حاجاتك. لما تجي الغرب تعال بحاجاتك، خليك بقوه، نحن ما دارين الناس هوياتهم تزوق هنا. شكرا جزيلا خليك معنا بعد ننهي اللايف. طيب يا جماعه شكرا جزيلا للدكتور محمد احمد العمر، يعني الخبير خبير تكنولوجيا الزراعه. يعني اخذنا في رحله جميله ورحله مليئه بالايمان ومليئه بالمثابره ومليئه بالتعب واعتقالات وسجون، لكن ما استسلم يعني، واصل حياته ما شاء الله تبارك الله ولسه مواصل يعني. وإن شاء الله يجي يوم من الأيام يعني على يدكم يا دكتور يعني تشتعل الحقول غمحا ووعدا وتمني يعني. فكلامك الأخير ده ذكرني ماما تريزا. ماما تريزا طبعا مشهورة بأعمال الخيرية وكده يعني، فحتى كانت بتجي السودان ما كان في زول جايب لها خبر يعني، بتخش وتطلع ما في زول جايب لها خبر. ففي قاموا جماعة قال لها أنت ما تشتغلي تبشير يعني، بشري بالمسيحيه وكده. قبل قالت لهم لا انا ما داير، انا داير انه بساعد الناس انه المسلم يبقى مسلم كويس والمسيحي يبقى مسيحي كويس والما عنده دين يكون هو زول كويس يعني. فكتر خيرك كثير دكتور محمد احمد عمر، وشكرا لكم يا جماعه الناس اللي في الزوم ومعانا في الفيسبوك. ان شاء الله حنتواصل معاكم بخصوص المنح طبعا اكيد، وحنشيل الارقام دكتور ونتواصل معاكم ونلتقي ان شاء الله الخميس الجاي مع ضيف جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.